بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله عندنا حلقة جديدة من الاستوديو التحليلي، واللي هيكون إن شاء الله لقاء الأهلي وسان داونز، مباراة العودة أو الشوط الثاني في إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا. وطبعا زي ما احنا عارفين محطة مهمة جدا في طريق النادي الأهلي إن شاء الله لحصد اللقب العاشر من الأميرة الأفريقية. يوم 22 مايو اللي هو النهاردة بيرتبط بذكرى جميلة جدا لعشاق النادي الأهلي وكل جماهير النادي الأهلي. يوم 22 مايو سنة 2001 لو نفتكر بيمثل علامة بارزة في تاريخ النادي الأهلي العريق. يومها تسلم الكابتن المايسترو صالح سليم رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في ذلك الوقت جائزة نادي القرن، والذي توج بها النادي الأهلي في ديسمبر سنة 2000. والاتحاد الأفريقي لكرة القدم أعلن ساعتها أن النادي الأهلي هو نادي القرن العشرين في أفريقيا من حيث عدد البطولات التي حصل عليها في الفترة من بداية البطولات الأفريقية للأندية سنة 64 وحتى نهاية القرن. والمايسترو كابتن صالح سليم تسلم الجائزة في جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا، ويمكن يكون النهاردة يعني الكلام ده اللي احنا بنحتفل بيه النهاردة يمكن فال حلو إن شاء الله لمباراة اليوم. كابتن صالح كان تعبان جدا في التوقيت دوت، وسافر مع المهندس عدلي القيعي بالرغم ان هو كان يعني مش قادر حتى يقف على رجله، لكن الكابتن صالح في المؤتمر قال ان الاهلي هيكون متواجد بعد 100 سنة تانية للتتويج باللقب من جديد. والحمد لله مازال الاهلي متصدر في القرن الواحد وعشرين وبفارق كبير عن اقرب منافسيه. الاهلي جه في المركز الاول ب 34 نقطة، ووراه كان كوتوكو الغاني. لو تفتكروا كوتوكو زمان، كوتوكو كان من الفرق اللي ليها شنة ورنة زمان ب 32 نقطة، وبعدين كانوا نياوندي الكاميروني برصيد 27 نقطة في المركز الثالث. دي فرحة كبيرة جدا 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 للأهلاوية. من حق كل أهلاوي إنه يفرح ويفتخر بناديه، نادي القرن في أفريقيا، نادي القرن اللي فات وما زال على الصدارة في القرن الجديد. يعني الحدث ده اللي احنا بنتكلم عليه قلما يتكرر، لان حضرتك بتتكلم على قرن، يعني بتتكلم على 100 سنة. ال 100 سنة دي كان نادي الاهلي هو المتربع، هو نادي القرن متربع على افريقيا. بالتأكيد الاهلي في حتة تانية خالص. النادي الاهلي طريقه غير طريق كل الاندية، طريق مختلف، مشغول مباريات دوري ابطال افريقيا، والنهارده ان شاء الله هيواجه سان داونز. ويمكن لو تفتكروا الماتش اللي فات كان من اسبوع تقريبا، الماتش كان صعب جدا، وشفنا ان فرقه سان داونز فرقه فعلا تقيله، ويمكن مستر موسيماني عرف ازاي يواجهها. هو اكتر واحد على درايه بلعبته، لانه هو كان بيدرب الفريق دوت يمكن 7-8 سنين قبل ما يجي النادي الاهلي، فهو عارف اسلوب لعبهم وعارف مميزات وعيوب كل خط فيهم. وهو علشان في ناس كانت بتقول ان الشوط الثاني مستر موسيماني ضغطنا، هو الراجل يعني احنا نقدر نقول ان هو يمكن الشوط الثاني اللعيبه ما كانتش في حالتهم. احنا طبعا الفتره اللي فاتت كلها بنلتمس الاعذار اللعيبه، لان اللي بيحصل فيهم ده يعني مش عايز اقول فوق الوصف، لا عمره ما يحصل انك تلعب يومين كل ماتش، ومره مسافر هنا ومره مسافر هنا، وبعدين تاخد الطياره خاصه وتروح تلعب يومين ثلاثه، وبعدين ترجع بعد يومين ثلاثه تروح تلعب مش عارف مره في اسكندريه، وبعدين تطلع على المحله، وبعدين ترجع على القاهره. يعني العمليه زي ما يكون ايه عقاب للنادي الاهلي عشان هو ممثل مصر الوحيد في البطوله دي، ممثل مصر الوحيد في البطوله دي. وبعدين كمان ايه، واحنا شغالين في البطوله دي معانا الدوري، احنا بنقول كل يومين ثلاثه، عندنا كمان سوبر افريقي مع نهضه بركان المغربي الجمعه الجايه في كاس السوبر الافريقي. المهم انا كل اللي عايز اقوله ان مستر موسيماني اكيد ادرى واحد بفرقه سان داونز دي، هو يعرف يتعامل معاها ازاي. هو يمكن كان وجهه نظره الماتش اللي فات ان هو يسيب لهم الاستحواذ، وده اللي حصل، ويلعب على المرتده اللي يمكن اللعيبه ما قدرتش تنفذها علشان الاجهاد. ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا كرمنا بكوره في الاخر، قدر صلاح محسن عن طريقها ان هو يجيب الهدف الثاني. نقدر نقول ان النتيجه كانت في صالح النادي الاهلي الشوط الاول ده، هنعتبره الشوط الاول. الشوط الثاني هيتلعب بقى النهارده. في حاجات
زي ما كنا يعني بنقول زمان، في حاجات بعيده عن الفنيات تحسم لك ماتشات، روحك في روحك القتاليه في الملعب، التصميم والاراده والعزيمه ان انت عايز تعمل حاجه من مش من اول ما تنزل، لا من بعد الماتش ما خلص. الروح العاليه دي ياما ادتنا بطولات. طبعا بجانب الفنيات، مش هاهمل الفنيات، انما في بعض المباريات روحك القتاليه تبقى عاليه جدا، مصمم ومركز كويس قوي، عندك عزيمه واصرار على المكسب وان انت تعدي الدور دوت. ال 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 الحاجات دي كلها، الحاجات دي كلها ثقتك العاليه بنفسك طبعا، الحاجات دي كلها حسمت لنا بطولات قبل كده، حسمت لنا بطولات، بطولات اذا كانت قاريه في افريقيا او بطولات محليه. المهم انا كان نفسي زي كل مره بقول لكم ان انا ما اتكلمش في حاجه غير عن ماتشات الاهلي بس، لكن في حاجات بتخلي الواحد بصراحه يستفز، في حاجات تخلي عندنا علامات استفهام كتير جدا. وخلي بالكم ده مش ليا انا لوحدي، يعني مش انا عشان انا اهلاوي باصص الموضوع دوت بالشكل ده، لا، الوسط الرياضي كله عنده نفس علامات الاستفهام. اقول لك ايه هي علامات الاستفهام وعلى ايه بالظبط؟ هقول لحضرتك سيدي. الناس بتسال دلوقتي ايه المعيار اللي بيتعامل بيه اتحاد الكره مع الانديه؟ في ايه؟ في العقوبات، في الغرامات، في المديونيات. يعني احنا مثلا شفنا الفتره اللي فاتت، انا بتكلم ما بتكلمش على الاتحاد ده بس، بتكلم كمان على اللي قبله، شفنا اتحاد الكوره مثلا بيرفع الايقاف عن خماسي لعيب نادي الزمالك اللي هم الشباب اللي موقوفين 8 ماتشات. احنا كلنا عارفين، مش هرجع للاحداث تاني بقى خلاص، مش هرجع ليها تاني، كلنا عارفين ليه سبب الوقف بعد القمه اللي كانت بين الاهلي والزمالك والاساءه اللي حصلت لرموز النادي الاهلي ساعتها. طيب حضرتك بناء على ايه رفعت الايقاف؟ يعني هل مثلا فريقهم اللي هو الشباب ده اللي هو كان 99 لعب 8 ماتشات وتبقى كده المده خلصت؟ طيب بتحاسبهم على مباريات الفريق الاول؟ طب ازاي؟ هما توقفوا فين؟ يعني هو الايقاف، ما هو حضرتك ما عندكش لائحه؟ هي اللائحه بتقول ايه؟ هما اللعيبه دي اتوقفت في مسابقه 99؟ كويس قوي. لما تيجي تشيل عنها الايقاف بتحسب لها سعادتك الماتشات بتاعت الفريق الاول؟ طب في ناس كانت سنه 2000 وتوقفت 10 ماتشات. طب اول لاعب اتعرض للطرد فريق الشباب، لو الفريق الاول لفريقه لعب ماتش معناها ان العقوبه خلصت؟ ما انا مش يعني احنا مش فاهمين، احنا مش فاهمين. هو انت رفعت العقوبه بناء على ايه؟ حسبتها ازاي؟ حسبت ان اللعيبه دي في الفريق الاول؟ طيب هما لما اتوقفوا وهما بيلعبوا في الفريق الاول في المسابقه اللي بيلعب فيها الفريق الاول، ولا المسابقه بتاعه الناشئين؟ طب يعني اللي بيحصل ده حد بس يفهمنا، يعني حد يطلع يقول لنا اللائحه بتقول كذا، ولا هي اللائحه بتسير في اتجاه واحد ولمصلحه ناس معينه ونادي معين؟ ليه؟ طب ماشي بلاش مده العقوبه، اللعيبه اللي توقفت اتغرمت عقوبه ماليه بكام؟ لو نفتكر 700,000 جنيه، فاكرين طبعا. طب الغرامه دي حد دفعها؟ يعني قبل ما ترفع سعادتك الايقاف حد دفع الغرامه ديت؟ هل تم تحصيلها؟ طبعا لا، كلنا عارفين ان طبعا لا. نادي الزمالك قال لك ايه بقى؟ اتحاد الكوره اعتبرها من ضمن المديونيات اللي على النادي. طب ما كله عليه ملايين كتير وكده كده مش بيسدد، وانتوا بتقوموا بالواجب كاتحاد كوره، يعني نادي الزمالك مش خلاص مش هتكلم عليه حاجات كتير جدا جدا جدا. طيب لما انت حضرتك بتعاقب، انت حطيت غرامه، هل الغرامه دي سعادتك حصلتها؟ طب انت بتعاقب وبتزود الديون ولا بتعمل ايه على النادي ده؟ هل النادي ده بيسدد الغرامات دي ولا انت بتدفع له؟ انا عايز اعرف يعني،
ولا اللعيب سددها او اللعيبه دي سددتها؟ ما حد يفهمنا، حد يفهمنا. طب حضرتك لما بتتكلم عن نادي الزمالك والعقوبات الماليه اللي عليه، تفتكروا اتحاد الكوره لما دفع عمرو الجنايني 300,000 دولار لنادي الزمالك علشان ما يتخصمش منه نقط عشان لعيب افريقي كان كسب ضده قضيه، فاكرين ولا مش فاكرين؟ الفيفا كسب اللعيب اللي دفع دوت، الفيفا غرم نادي الزمالك ساعتها وقال هيتخصم منه نقط، ولكن اتحاد الكوره خلي بالكوا ساعتها اعترف بان هو هيسدد عن نادي الزمالك الغرامه دي. طب هل انت بتعمل سعادتك كده مع كل نادي؟ لا، ما بتعملش كده مع كل نادي. الواضح انه نادي واحد بس، النادي اللي عليه ديون كتيره لاتحاد الكره وعماله تزيد، وديون للفيفا وبتزيد، وكان هيتوقف القيد ويتخصم منه نقط، لكن اتحاد الكره سدد الديون ساعتها علشان ايه؟ عشان ما يتخصمش من نادي الزمالك 3 نقط في الدوري الموسم اللي فات. طب السؤال، انت اتحاد كره فير يا سيدي، اعتبر كلامي انا غلط، وبتقف مع كل الانديه ماشي، طب ليه ما ساعدتش نادي الاسماعيلي في حاجه محليه كانت جوه وسددت ديونه في ازمه ابراهيم حسن مع النجوم؟ ليه وما كانش اتخصم منه نقاط؟ طب ما كنت تحسبه، كنت سددت واحسبهم ديون على النادي، يبقى خدهم يا سيدي بعد كده. ده حصل؟ لا ما حصلش. ولا هي المعامله بتتغير من نادي لنادي؟ يعني هي المعامله بتبقى لنادي واحد بس كويسه وبقيه الانديه لا؟ انا كل اللي طالبه ان احنا نكون منطقيين جدا ونطبق العداله على الجميع، مش نقف مع نادي واحد بس ضد جميع الانديه، او نقف مع نادي على حساب جميع الانديه. الحقيقه بقى بصراحه يعني هي امور مش عايز اقول مثلا بتثير العديد من علامات الاستفهام، لا ده كده بقى مؤدب قوي، هي عليها علامات جدل شديده جدا 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 ومريبه بعيد عن المنطقيه خالص. يا ريت اتحاد الكره يراجع نفسه ويكون جريء ويطلب، يعني مش احنا بقى اللي بنطلب، احنا اللي بنطلب ان هو يوضح لنا بعض النقط المريبه دي، وليه ما بيتعاملش فير مع الانديه كلها؟ ليه دايما المسانده بتبقى لنادي واحد على حساب جميع الانديه؟ ليه؟ دي حاله جدل كبيره، ولكن انا يعني ما كنتش اتمنى ان انا اتكلم في الموضوع دوت، ولكن انا الامر استفزني. نروح بقى لماتش النهارده. طبعا ماتش النهارده مهم جدا جدا جدا، لان زي ما قلنا شفنا الماتش الاولاني ويمكن عانينا كتير جدا الماتش الاولاني، كنا قاعدين على اعصابنا لحد ما صلاح محسن جاب الجول الثاني في الدقيقه 89. الفرقه الافريقيه عاده بيبقى عندها حته عدم تنظيم شويه، ولكن صن داونز تحس انه فرقه افريقيه بستايل اوروبي، منظمين جدا، عندهم لعيبه على كفاءه عاليه جدا، عندهم مهارات عاليه جدا في الخط الامامي، وقدر يحجز لنفسه مكانه وسط الكبار في فتره صغيره جدا. يمكن كان سبب من ضمن الاسباب طبعا كان مستر موسيماني المدير الفني للنادي الاهلي، اللي هو كان حاليا كان مدير فني سابق لصن داونز، وتقريبا عمل معاهم فتره ذهبيه، هو اللي عمل تقريبا الفريق دوت. ففريق كويس قوي زي ما شفناه الماتش الاولاني. مستر موسيماني عارف كويس قوي ان هم عارفين هو بيفكر ازاي، وهو عارف كويس قوي ان الفرقه دي على ملعبها هتلعب ازاي، وعارف كويس قوي نقاط الضعف يستغلها ازاي ونقاط القوه يقضي عليها ازاي. نتمنى بس، نتمنى ان شاء الله التوفيق. يمكن التوفيق كان محالفنا الماتش الاولاني، لان خلي بالك انا عايز اقول لحضرتك حاجه، انت ممكن تعمل كل حاجه في الكوره، كل حاجه في الكوره، ولا قدر الله تخسر، وممكن يبقى عندك تصميم وروحك المعنويه عاليه جدا وروحك القدريه في الملعب عاليه جدا ومنظم نفسك كويس، وبس انت الفنياتك او انت ما اديتش كويس قوي بصوره فنيه في الماتش ده، انه ممكن تطلع كسبان.
ممكن تطلع كسبان بكل سهوله، بس تقف على رجلك كويس، عندك الاصرار والعزيمه والروح القتاليه العاليه. الحاجات دي ان شاء الله باذن الله نشوفها النهارده من لعيبه النادي الاهلي. كل اللي احنا عايزينه من ربنا النهارده التوفيق، ومفيش حد يصاب من لعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله ربنا معانا زي ما كان معانا، هو ربنا معانا على طول، انما التوفيق يكون من نصيبنا النهارده زي ما حالفنا ايه المباراه الاولى او الشوط الاول اللي انا بسميه ان هو الشوط الاول كان في مصر، والنهارده الشوط الثاني في جنوب افريقيا. معانا مراسلنا من هناك زميلنا العزيز كريم احمد، نتعرف منه على اخر الاجواء في جنوب افريقيا. اتفضل يا كريم. مرحب بيك يا كابتن ايمن شوقي، طبعا كل التحيه ليك ولكل مشاهدي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان. يا رب ان شاء الله باذن الله يكون يوم موفق ولعيبه النادي الاهلي. اقدر اقول لك كابتن ايمن يعني الاستعدادات انتهت، واللعيبه الحقيقه الفتره اللي فاتت من خلال تواجدنا هنا على مدار الخمس ايام تركيز كان اكثر من رائع، تدريبات تحضير كان جيد جدا من بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق النادي الاهلي. واضح الجديه والحماس اللي على اللاعبين في التدريبات ينقصنا ان شاء الله باذن الله الاداره الفنيه من خارج الخطوط لبيتسو موسيماني وتوفيق اللاعبين في ارضيه الملعب. يمكن احنا كابتن ايمن خلاص لحظات بسيطه جدا النهارده اقدر اقول لك المسحه الثانيه للاعيبه النادي الاهلي الخاصه بسفر الى قطر. احنا يمكن خلاص اجرينا المسحه الاولى الحمد لله نتيجتها كانت سلبيه الخاصه بها الكاف، لكن النهارده هي مسحه خاصه بسفر قبل توجه اللاعبين الى ملعب لوكاس موريبي اللي هيستقبل هذه المباراه. برنامج الفريق النهارده كعادته طبعا صباحا بيكون فطار 11 صباحا هي وجبه غداء، محاضره فنيه اخيره هنا في فندق الاقامه، ثم سيتوجه الفريق مباشره الى ملعب المباراه. الاجواء مطمئنه الحمد لله، كل اللعيبه مركزه بشكل كبير جدا. الكابتن الخطيب ودوره الكبير ودوره المميز وكلماته الرائعه مع فريق النادي الاهلي الحقيقه يمكن اجتمع بيهم واكد على اهميه المباراه واكد على الحلم الكبير لكل جمهور النادي الاهلي والرغبه المتجدده والطموح الكبير لكل جمهور النادي الاهلي. جمهور النادي الاهلي منتظر ال10 وال11 وال12، ده امر مشروع لكل اللاعبين، لكن عليكم دور كبير وعليكم مسؤوليه كبيره جدا. دي امر مهم جدا كنا حابين ان احنا نتكلم عليه مع الكابتن محمود الخطيب ودوره الكبير، بوجود ايضا كمان عضو مجلس اداره النادي الاهلي الاستاذ طارق قنديل للحياة بيقوموا بدور كبير جدا لتوفير المناخ الطيب والمميز جدا لكل لاعبي النادي الاهلي. عايز اكد طبعا اكيد على التشكيل المتوقع بقى كابتن ايمن حتى هذه اللحظه، يمكن كل جاهز الحمد لله، لكن النهارده ممكن نقول من خلال الرؤيه ومن خلال الاحداث اللي كانت في التدريبات الماضيه هقدر اقول لك النهارده في تركايه بقى كده في التشكيل ممكن نستفيد بيها بشكل كبير جدا ان لو بتطبق بطريقه صحيحه. النهارده يمكن اقدر اقول لك الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، بدر بنون، ايمن اشرف، امامهم رامي ربيع، امامهم السوليه وديانج، على الاطراف طار محمد طاهر ومحمد مجدي قفشه، وفي الامام محمد شريف. ممكن يبقى التشكيل مختلف شويه لكن الراجل مقسم الجيم بشكل كبير من خلال رؤيتنا للتدريبات الماضيه، لكن ممكن يبقى في اي متغيرات، لكن حتى هذه اللحظه هذا التشكيل المتوقع لفريق النادي الاهلي. ينقصنا ان شاء الله كل التوفيق، وكالعاده كابتن ايمن بقى من خلالك هنكون متواجدين في ملعب المباراه، التشكيل، كل الامور، الاجواء الخاصه بملعب لوكاس موريبي، وان شاء الله عقب هذه المباراه يكون لنا فرحه مع لعيبه النادي الاهلي للتاهل للادوار القادمه. عوده للاستوديو التحليلي والكابتن ايمن شوقي. شكرا جزيلا للزميل العزيز كريم. زي ما احنا شايفين الكل في البعثه جاهز، كل في البعثه متحفز للماتش، زي ما قال زميلنا كريم ان الجهاز الفني واللعيبه مستنيين الماتش، وان شاء الله باذن الله يكون الماتش ده عبور لدور الاربعه، وباذن الله تكون محطه عديناها لان شاء الله البطوله العاشره. طبعا احنا عارفين كلنا ان البعثه بيترأسها الكابتن محمود الخطيب. خلي بالكم لما بيبقى رئيس النادي هو اللي بيترأس البعثه وقريب جدا من اللعيبه، وخصوصا احنا عارفين الكابتن محمود الخطيب مين الكابتن محمود الخطيب، بيدي حافز كبير جدا 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 ودفعه معنويه عاليه جدا للعيبه وللجهاز الفني ان يكون رئيس النادي وهو نجم كبير زي الكابتن محمود الخطيب متواجد معاهم، متواجد معاهم في المعسكر، متواجد معاهم من ساعه ما سافروا من هنا، مش من ساعه ما سافروا، من قبل ما يسافروا هو متواجد معاهم في التدريبات، وهم حاسين قد ايه انك طبعا طبعا نجم زي الكابتن محمود الخطيب مجرد ما تبقى انت لعيب في الفرقه وحاسس ان هو جنبك وحاسس بيك وعارف بالمعاناه اللي انت بتعانيها دلوقتي وواقف وراك وبيدعمك في كل الاوقات وفي كل المراحل الصعبه، خلي بالك في كل المراحل الصعبه بتلاقي دايما الكابتن محمود الخطيب بيسافر مع الفريق دايما، مش مرة واحدة بس، يعني مش النهاردة بس، في قطر برضو في كاس العالم لو تفتكروا برضو نفس الحكاية. اهو الكابتن محمود الخطيب معانا على الشاشة، وزي ما انتوا شايفين بصوا انا حاسس باحساسه دلوقتي،
يعني انا حاسس باحساس الكابتن الخطيب. الكابتن الخطيب حاسس ان هو هيلعب الماتش ده مع اللعيبه دي. هو ده النادي الاهلي، هي دي اسره النادي الاهلي. رئيس النادي بنفسه زي ما يكون لعيب كبير او كابتن. وخلي بالكوا الصوره دي على الهوا، اللعيبه راح الماتش دي حصري على قناه النادي الاهلي بس. يعني كابتن محمود الخطيب زيه زي بقيه اللعيبه، يعني انا متاكد ان هو يمكن لو عنده الامكانيه انه يلعب كان يتمنى انه يلعب ماتش زي دوت. فانا عارف الاحساس دوت. يعني ياما رؤساء المجالس اداره النادي الاهلي في المواقف الصعبه كانوا بيبقوا جنبنا، كانوا بيبقوا معانا، وخصوصا لما يبقى نجم بقى بحجم الكابتن محمود الخطيب بتعرف بقى انت من جواك بتحس ان انت يعني عايز تموت نفسك لما تنزل ملعب. انا عايز الماتش دلوقتي على طول، بنزل اموت نفسي. فان شاء الله باذن الله رب العالمين، ان شاء الله انا متفائل خير النهارده باذن الله رب العالمين. لو تفتكروا حضراتكم السنه اللي فاتت برضو لعبنا، دي ثالث سنه على التوالي خلي بالكم بنلعب سان داونز لثالث سنه على التوالي. السنه اللي فاتت في ماتش الذهاب كان النادي الاهلي كسب في المباراه الاولى في مصر 2-0 نفس النتيجه مع سان داونز، وهناك اتعادلنا 1-1. اتمنى من كل قلبي ان السيناريو ده يحصل النهارده لو النادي الاهلي ما كسبش. لو النادي الاهلي ما كسبش انا اتمنى السيناريو ده. طبعا حاجه اخيره، احنا اتكلمنا عن التوفيق، اتكلمنا عن الاصابات، اتكلمنا عن دعم الكابتن محمود الخطيب، اتكلمنا عن التوفيق للجهاز الفني. ان شاء الله ربنا يوفقه في انه يحط تشكيل كويس ويقدر يدير المباراه بصوره كويسه. الحاجه بقى اللي احنا دايما بنحط ايدينا على قلبنا فيها حته التحكيم برضو، ده من الناس اللي احنا دايما بنقول ايه ربنا يوفقه في قراراته النهارده. لو تفتكروا الماتش اللي فات احنا كسبنا 2-0 وقلنا الحمد لله، ولكن اتظلمنا في الماتش ده، اتظلمنا وشفنا ازاي كان لينا ضربه جزاء لمحمد شريف ضد حارس المرمى والحكم ولا كانه شافها. طبعا ما كانش فيه فار للاسف، هو قرار خاطئ طبعا حته الفار دي، مع انه ما قالوا الفار هيبتدي من دور الثمانيه. وشفنا ازاي حارس المرمى دخل في محمد شريف، ده مش ضربه جزاء وبس، ده كان ضربه جزاء ولازم يطرد فيها كمان حارس المرمى في الوقت اللي هو نفس الحكم ده الماتش اللي فات ادى انذارات. يعني اي حاجه كان يعملها لعيبه الاهلي تقريبا كان بيطلع الكارت الاصفر. يعني لو نفتكر احنا عندنا اربع مدافعين منهم ثلاثه خدوا كارت اصفر، كان رامي وبدر بنون وايمن اشرف، منهم واحده، يعني هم ثلاثه في الشوط الاولاني، منهم واحده استحاله تقول ان انا بضيع وقت. يعني كان بدر بنون كان في الدقيقه حاجه 20 من الشوط الاولاني، هتضيع وقت ايه؟ ده انا بلعب على ملعبي وعايز اكسب. والحكم وجهه نظر، معرفش وجهه النظر دي جابها منين، يعني حاجه غريبه جدا، قال ان بدر بنون بيضيع وقت لما مديله انذار كارت اصفر. كارت اصفر يعني كارت اصفر ليه؟ ده انا بلعب على ملعبي وعايز اكسب، تديني كارت اصفر؟ المهم هو كان متحامل علينا شويه، لا مش شويه، شويتين. تعالوا بقى نروح لحكم ماتش النهارده. حكم ماتش النهارده دي خلي بالكم مش مباريات، ان شاء الله ربنا هيوفقنا ونعدي ماتش النهارده ونوصل لدور الاربعه باذن الله رب العالمين، بس انا بتكلمكم على واقع. سيكازو الحكم الزامبي هو اللي هيحكم ماتش النهارده باذن الله. عنده اخطاء كتيره جدا 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 قبل كده. كتير. اتظلمت منه بعض الفرق. مش الافريقيه بس. والمصريه كمان. واتظلمنا كتير. والمنتخب اتظلم منه كمان. احنا بنتمنى بس، بنتمنى اولا علشان بس احنا ما نكونش ايه يعني سيئين النيه، لا بنلتمس العذر لكل الناس، انما بنتمنى حاجتين، ان هو يكون موفق النهارده ان شاء الله، ويكون عادل ويظهر بصوره مختلفه عن اللي احنا بنسمعه او اللي احنا شفناه. لان خلي بالكم ماتش النهارده مش متحمل خطا تحكيمي، احنا تهرينا بره وجوه، وكل مره بنقول ايه
احنا مع الحكام، احنا ان شاء الله الحكام دي تبين لنا الصوره الكويسه، ان شاء الله ربنا يوفقهم، ان شاء الله ما يكونش فيه اخطاء تحكيميه. نتمنى النهارده التوفيق لحكم المباراه، وان شاء الله يكون بس عادل في الملعب، يدي كل فرقه حقها، ده بس اللي احنا عايزينه. لان خلي بالكم القرارات التحكيميه اللي ما فيهاش عدل بيكون ليها دور مؤثر جدا 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 في توجيه الماتشات. ده ان شاء الله ما نشوفوش النهارده. مش عايزين لا مجامله يا سيدي لينا ولا تيجي على فرقه تاني. لا، انما مفيش مجامله لينا يبقى مفيش مجامله لغيرنا. ده بس اللي احنا عايزينه، عايزين حقنا بس. ان شاء الله ان شاء الله ربنا يوفقنا، وربنا يوفق الجهاز الفني في اداره المباراه، وربنا يوفق حكام مباراه اليوم. كده انا خلصت كل اللي عندي، هطلع لفاصل، وبعدين بعد الفاصل نستقبل ضيوفنا الكبار اللي هيشرفونا النهارده، كابتن شريف عبد المنعم، كابتن علاء ميهوب، كابتن اسامه عرابي، والكابتن احمد بلال. ارجوكم انتظروني.
بنرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، بنرحب بنجومنا الكبار اللي مشرفينا النهارده كابتن شريف عبد المنعم. اهلا وسهلا بيك كابتن، منورنا. انا كابتن ايمن، بالتوفيق ان شاء الله النهارده. الله يخليك كابتن. كابتن علاء ميهوب، اهلا وسهلا بيك منورنا كابتن. اهلا بيك ايمن. كابتن اسامه عرابي، اهلا وسهلا كابتن منورنا. اهلا وسهلا بيك ايمن. كابتن احمد بلال، منورنا يا كابتن. اهلا وسهلا بيك كابتن، ربنا يخليك يا رب. الله يخليك كابتن شريف. يمكن زي النهارده كان الكابتن صالح سليم بيتسلم في جوهانسبرغ جائزه القرن للنادي الاهلي. كابتن صالح سليم الكاريزما رحمه الله عليه بيستلم جائزه القرن. فعلا النادي الاهلي هو نادي القرن، بطولات كتير جدا مستحقه. عشان كده احنا في كل مره الجماهير خلاص اتعودت، خدت بالك؟ العشره يا اهلي، التحفظ على البطولات الخاصه بيها، تركيز ففي من زمان جدا واحنا متعودين او كلنا اتربينا على البطولات للنادي الاهلي. يعني ما نعرفش حاجه غير البطولات في النادي الاهلي. ومن ناس كتير جدا اللي كان ليهم القياده في النادي الاهلي، مش كابتن صالح بس، كل القاده اللي كانوا موجودين برضو معانا نفس السيناريو ومعانا نفس الدستور اللي احنا عايشين عليه. فطبعا النادي الاهلي احنا بنبارك له كلنا، وبنترحم على كابتن صالح سليم، كاريزما كبيره، وان شاء الله باذن الله النهارده يكون في فوز يؤكد مسيره النادي الاهلي. يا رب ان شاء الله. كابتن علاء، ذكرى كويسه طبعا وذكرى جميله جدا ما حدش اهلاوي يقدر ينساها. كنت متواجد ساعتها في الجهاز الفني؟ لا، وقتها ما كنتش متواجد. لا بس طبعا ده كانت لحظه تاريخيه بالنسبه للنادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي، ويوم الاعلان عن نادي القرن ده كانت ناس كتير قوي كانت في منتهى السعاده، وناس كتير زعلت. لكن في الاول وفي الاخر هو النادي الاهلي، النادي الاهلي هو نادي القرن باعتراف العالم كله على فكره، مش جماهير النادي الاهلي بس ولا حاجه. ببطولاتك، بانجازاتك، زي ما الكابتن شريف اتكلم على هي دي مكانه النادي الاهلي دايما بالظبط. يعني النادي الاهلي من غير نادي القرن هو نادي القرن، يعني النادي الاهلي من غير ما يصنف نادي القرن هو نادي القرن. يعني انا متحيز للنادي الاهلي، وما بقولش كده كلام في الهوا. ايوه، لو هتيجي تحسبها، لا، هو النادي الاهلي نادي القرن بغض النظر عن كانت حاجه اعلان كان تاريخي بالنسبه للنادي الاهلي، او حاجه كانت الناس كلها شافتها. لو ما اعلنش يا ايمن، لو ما حصلش كده مع كابتن صلاح الله يرحمه، اما تيجي تتكلم وتيجي تقيم النادي الاهلي، انت تقيم النادي الاهلي في حته ثانيه خالص، بعيد النادي الاهلي لوحده، وبعدين بتتكلم على باقي الانديه في كل الوطن العربي في كل افريقيا، مع احترامي الكامل ليهم. لكن نادي الاهلي طول عمره نادي لوحده خالص، في حته ثانيه خالص. صحيح. وما وقفش عند المكانه دي ايمن، هو ده النادي الاهلي. مظبوط. يعني النادي الاهلي ما بيوصل لمرحله، مش اللي هو كده كويس قوي وجميل، وعلى فكره بتبقى واصل لمرحله، لا، وبتبقى واصل لمرحله يعني حد الناس بتحلم بيها. مزبوط. انت ما عندكش سقف طموحاتك وسقف احلامك في النادي الاهلي مفتوحه، ملوش حدود. عشان كده انت النادي الاهلي، انت عندك الرياده في كل حاجه، انت يوم عن يوم بتحاول تبقى احسن. يعني مش توصل لمرحله، يعني مش رئيس نادي معين بيجي بيوصل لمرحله النادي الاهلي بتبقى ممتازه وخلاص على كده، وبيجي نادي بيجي رئيس نادي بعده ويقول انا في كده، لا، بيجي عايز التطور وعايز الاحسن وعايز. صح. دايما النادي الاهلي يوصل للحته العالميه، وده اللي هو الواضح ايمن بقاله 4-5 سنين، وبدا يمكن في مجلس الاداره ده وجود كابتن محمود الخطيب، بدا اللي هو الحلم او الكلام تبقى حقيقه. انت بدات خلاص اللي هو انت زيك زي اي نادي عالمي، مش اي نادي، اي نادي عالمي كبير. كبار العالم. فانت بتاخد المراحل دي، هو ده النادي الاهلي. صحيح. كل واحد بيجي عايز النادي يبقى كويس، مش عايز يقعد فتره ويمشي، لا. ما يعني كابتن شريف جه مثلا فتره 4-5 سنين خلى النادي في احسن حال. ولو وقف على كده مفيش مشكله. صح. لا، انت لو وقفت عند حد ده محدش هيتكلم معاك، بالعكس انت في حته حلوه قوي. لا، بتيجي مجموعه ثانيه، لا احنا عايزين النادي احسن، تطلعات اكتر، تطلعات اكتر، ودايما بتخلي النادي الاحسن. مش كده، دايما النادي الاهلي بيدور دايما على الاحسن، على ان انا ابقى في حته لوحدي خالص. صح. النادي الاهلي في حاجه كمان يعني بسرعه كده، عينه مش على حد، ما بيبصش على حد. هو النادي الاهلي زي اقول لك حاجه، النادي الاهلي مثلا جزء الكوره جزء منه. الكوره كده، الكوره دايما بتبص انك انت تبقى احسن، انا ماليش دعوه بالغيري خالص. مزبوط. انا عايز ابقى في حته لوحدي خالص. لما باجي اجيب لعيبه بجيب احسن لعيبه عندي، لما باجي اشتري لعيبه احسن لعيبه موجوده. فدايما هو النادي الاهلي احسن في كل حاجه. عشان كده زي ما بقول لك النهارده، بص، بنتكلم نقول كابتن صالح الله يرحمه وكان نادي القرن، وهتيجي ذكرى ثانيه وهنتكلم، والكلام اللي هيجي بعدنا هيقولوا لا، ده النادي الاهلي بقى في حته ثانيه وفي حته ثالثه، لحد ما توصل ان شاء الله تبقى من عظماء الكره في العالم كله مش في مصر بس. صحيح. يمكن كابتن اسامه، الكابتن علاء وكابتن شريف اتكلموا عن عظمه النادي الاهلي
مش بالبطولات بس، لان هو النادي الاهلي طول عمره بياخد بطولات. ايه اللي بيميز النادي الاهلي كفريق وكمنظومه عن بقيه الانديه؟ يعني حاجات كتيره جدا. بدايه اللحظه اللي الكابتن صالح الله يرحمه استلم فيها بطوله القرن بالنسبه للنادي الاهلي، ده تتويج لمجهود ناس كتيره جدا على مدار السنين. طبعا من ساعه ما النادي انشئ 1907، يعني من اول واحد اسس النادي حتى اللحظه دي ومستمره. حتى اللعيبه والاجهزه الاداريه والفنيه والمجالس ادارات اللي ما خدوش البطوله هم مشاركين في اللحظه دي. يعني صحيح. يعني احنا خدنا اول بطوله 82 81 كنا هناخدها لولا وفاه الله يرحمه الشهيد ان شاء الله الرئيس انور السادات، كنا خلاص هنوصل نهائي 81 وهناخد البطوله. أيوه. خدنا البطوله 82. حتى قبل كده الاجيال اللي هي في الخمسينات والستينات والاربعينات هي اللي اسست للحظه دي. يعني هو كابتن صالح اللحظه اللي هو بيستلم فيها الدرع او كاس البطوله النادي القرن، يعني تتويج لكل مجهود الناس دي كلها. فالنادي الاهلي متاسس اساسا على حاجات كتيره جدا تخلي اي فرقه تبقى بطل. زي الانديه الكبيره في العالم كله، بتشوف ريال مدريد برشلونه، في انديه كده في العالم ماركه، يعني ريال مدريد برشلونه بايرن ميونخ بالنسبه لافريقيا والوطن العربي، وحتى دلوقتي حتى عالميا بقينا الحمد لله اسمنا كويس. النادي الاهلي اداريا، ودي اول حاجه متاسس عليها، انه ماشي في خط سليم تنظيميا اداريا. كل واحد عارف مكانه ايه، عضو مجلس اداره عارف ان هو عضو مجلس اداره، رئيس النادي عارف واجباته ايه، الاجهزه الفنيه عارفه ادوارها ايه، اللعيبه عارفه ادوارها ايه، المدلك والعامل غرفه الملابس عارف دوره ايه. بتشوف في حته تانيه ما بتعرفش مين الرئيس ومين المرؤوس ومين المدير الفني ومين عضو مجلس اداره. في مولد، يعني احنا عندنا في اسس، هتلاقي الناس اللي بتتكلم في الكوره معروفه، الناس اللي بتاخد خط معين في تعاقدات معروفه، الناس اللي بتتكلم في اللحظه دي معروف، كل واحد عارف خطه. فالنادي الاهلي اداريا وتنظيميا دي اول اسس نجاحه، قبل جهد اللعيبه وقبل جهد الاجهزه الفنيه، ده مكمل للعمل التنظيمي والاداري والاسس اللي محطوطه من ساعه ما النادي انشئ ومستمر عليها. يعني زي ما قلنا كل اللحظه اللي الكابتن صالح استلم فيها، رؤساء الانديه اللي قبليه مشاركين، رؤساء الانديه اللي بعديه مشاركين، اعضاء مجلس الاداره رؤساء مجالس الاداره. فاللي انا اقصده انه الاداره والتنظيم الاول، وان كل واحد عارف دوره، دي اهم حاجات ماشيين عليها في النادي الاهلي حتى الان، وان شاء الله هتبقى مستمره مهما اختلفت الاجيال ومهما اختلف مجالس ادارات ومهما اختلف. صحيح كل واحد بيبقى ليه خط مختلف نسبيا، ولكن في حاجه بتجمعنا كلنا في الاخر. فدي اول نقطه، وانا اكتر حاجه بسمن عليها هنا في النادي الاهلي هي موضوع انه الناحيه التنظيميه والاداريه، وكل واحد عارف دوره. ياما لعيبه جت كويسه في احيانا، وياما جت لعيبه اقل نسبيا، ولكن هيبقى التنظيم والاداره والادوار اللي كل واحد بيقوم بيها المحدده اللي ما فيهاش خلط ولا لخبطه، دي الاساس بتاع النادي الاهلي. طبعا دي اول حاجه. كابتن بلال، يمكن حضرتك اصغر مننا كتير، وكان شعورك ايه وانت في الوقت دوت كنت بتلعب فرقة النادي الاهلي؟ دي حقيقة. في يمكن سنة 2000 طبعا كنت انا موجود في الفريق الاول في النادي الاهلي، وسمعنا ساعتها ان كابتن صالح السليم مسافر عشان جائزة نادي القرن. يعني الاحساس بالفخر ده، يعني انت دايما وانت كلعيب او انت منتمي لنادي كبير زي النادي الاهلي بتشعر بالفخر دايما. يعني انت موجود في وسط او بتشتغل او بتلعب في منظمه كبيره جدا جدا تضاهي المنظمات الاوروبيه. الاهلي مفترض
تصنيفه يبقى زي ريال مدريد، زي برشلونة، زي يوفنتوس، باريس سان جيرمان، الفرق الكبيرة دي. يعني لسنا أقل من الفرق الكبيرة دي على الإطلاق، بالعكس احنا عندنا إدارة محترمة جدا جدا بتاخد مواقف كبيرة جدا، والأندية الكبيرة أو الأندية العريقة دايما بتبان في مواقفها، في أسلوب إدارتها، مكانتها بتيجي من دي. يعني النهاردة لما تاخد موقف مع أكبر النجوم بالنسبة لك وتكمل وتاخد بطولات بعد كده، يعني أسماء كبيرة جدا جدا خدت بطولات ومشيت، وما زال النادي الأهلي بياخد بطولات، بياخد بطولات عشان اسمه النادي الأهلي، مش عشان مثلا كابتن علاء لاعب وكابتن شريف وكابتن أسامة، كل الكباتن لعبوا، كل الكباتن خدوا بطولات أفريقيا، بس وما زال النادي الأهلي برضو بالأسماء اللي موجودة فيه بيحصد البطولات عشان هو اسمه النادي الأهلي، عشان هو مصنف في الحتة دي، الحتة الكبيرة قوي دي. يعني بعد مثلا بعد كابتن خطيب الناس قالت الاهلي ممكن ما ياخدش افريقيا، جت الاجيال اللي بعد كده الاجيال بتاعتكم بعد كابتن علاء وكل خد بطولات افريقيا، بعد كده الناس قالت صعب. على فكره الكابتن علاء اكبر مني، يعني الاجيال يبقى الكابتن علاء الاول وبعدين الاجيال بتاعتي. ما انا بقول الكابتن علاء. لا قلت الكابتن علاء بعد. لا 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 الكابتن علاء في نفس السن. ده كابتن ومدربي ده طبعا. ما تعرفش بعض. ده كابتن ومدربي ده. فعايز اقول واجيال جت بعد كده خدت البطوله، وكل ما جيل يعتزل الناس يعني بتبقى عندها مش عايز اقول تخوف شويه، تخوف شويه من الاجيال اللي بعد كده، لانها شافت رموز كبيره وعاليه جدا وامكانيات رهيبه في الكوره، تمام، خدت بطولات واعتزلت، فبعد كده اللي جاي بيقلق. مظبوط. ابو تريكه وبركات واحنا لما كنا موجودين خدنا بطولات افريقيا، الناس بعد كده قالت لا خلاص بعد الجيل ده الاهلي مش هيقدر ياخد بطوله، لان الاجيال اختلفت والمهارات اختلفت، ولكن قدر الاهلي برضه ياخد. كلامك صحيح. ليه؟ لان احنا عشنا حاجات زي كده. يعني سنه 87 افتقدنا نجوم كبار جدا جدا في النادي الاهلي، عملوا تاريخ للنادي الاهلي، كابتن محمود الخطيب، كابتن مصطفى عبده، كابتن ثابت البطل، وبعد كده كابتن اكرام، فافتقدنا ناس كتير جدا، فقال لك ايه دي الفرقه وقعت. صحيح. يعني خلاص مفيش بقى نجوم كبار بقى. صحيح. ولكن الحمد لله رب العالمين، زي ما انت بتقول كده النادي الاهلي ما بيقفش على حد. عشان قال لك التنظيم والاداره والشكل مصنع اللي ماشيين عليه هو أيوة ما بيتغيرش طبعا. هو ما هو مصنع، هو اللي خد بالك، يعني انت بتستمد روحك. كابتن علاء الحاجه المره اللي فاتت مهمه جدا في الاسود اللي فات، قال انت بتستمد روحك من النادي الاهلي. مظبوط. الشرف بتاعك ان انت بتلعب في النادي الاهلي. صح. يعني اسماء كبيره جدا. يعني انا هقول لك على حاجه، اديك مثال يعني ابو تريكه من اعظم الناس اللي جت في الاونة الاخير. أيوة. كان في الترسان. أيوة. لا بطولات ولا امكانيات ولا قدرات ولا اسم ولا اي حاجه. أيوة. يعني مجرد انه انتقل للنادي الاهلي. مظبوط. النجوميه كلها خد بالك بنفس المهارات بنفس الكواليتي بتاعه اللعب. صح. بقى ابو تريكه بتاع. مزبوط. يعني اللعيب العبقري يعني واسماء كبيره جدا. في ناس عايزين يديهم حقهم كمان. يعني جاب كابتن محمود كان بيلعب خطير وطلع بقى في الاداره مع كابتن حسن حمدي. مظبوط. شكله مع كابتن صالح سليم تيم جامد جدا، وفر للنادي من الاداره من اللاعبين اللي يواكب جميع البطولات اللي حصل عليها مانويل جوزيه وما كان بعد مانويل. طبعا طبعا. دول ناس برضو ماشيين على نفس النهج، ماشيين على نفس الطريق، على نفس التنظيم والاداره اللي احنا فيهم. هو ده الاساس. هو تحس يا شيف ان اما في النادي الاهلي باختلاف ادارات انت بتطلع على اسس. صح. مع اختلاف الادارات والاسامي في حاجه في 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 سوابط. اطار في ثوابت واطار. صحيح. انت شغال فيه. صحيح. لكن بقى ايه على حسب انت، على حسب مواكبه الزمن اللي انت فيه. وكل واحد الحلو في النادي الاهلي ايه، كل واحد بيبقى موجود في حته الاداره دي بيبتكر مش لنفسه، هو عايز النادي الاهلي. عشان كده زي ما بقول بلال، النادي مكمل قبلنا وبعدنا وكل اداراته وكل الناس. الناس مش بتيجي عشان النادي الاهلي. بص يا كابتن شريف، اكيد انت عارف طبعا، تقدم مني وكابتني، النادي الاهلي ممكن يدار من غير حاجه خالص، يدار كده من غير حطوا الدستور بالظبط، مفيش مشكله. لكن انت الاسس بتتحط، كل واحد عايز يكبر النادي مش عايز يكبر نفسه. عشان كده هو النادي الاهلي دلوقتي، يعني بلال بيقول لك النادي الاهلي دلوقتي زي بايرن ميونخ، زي يوفنتوس، زي ريال مدريد. هو فعلا كده على فكره، والله مش تحيز يعني، خالص يعني خالص والله خالص، بالعكس ده منطق. الواحد في حاجه، الواحد بيحب لما بيجي يتكلم عن النادي الاهلي انت بتتكلم من قلبك، عشان انت عايش في النادي ده، عايش في النادي وعارف قيمه النادي ده. عشان كده كلنا الواحد بيبقى فخور قوي لما يقول انا في يوم من الايام كنت منتمي للنادي الاهلي. دي بالنسبه له حاجه ملهاش قيمه، قيمتها عاليه قوي، يعني ما تقدرش تقيمها ان انت في يوم من الايام انت كنت منتمي لهذا النادي العظيم. انت كمان يا كابتن علاء، بص جمهور النادي مع احترامي كل طبعا المنتمين لكل الانديه، بس بص جمهور النادي الاهلي وتطلعاته
وبص لبقيه الجماهير وتطلعاتها، الموضوع مختلف تماما. انت برضو كنادي انت اللي رسخت ده عند الجمهور بتاعك، يعني انت اسلوب ادارتك اسلوبك في الحياه طبعا انت اللي رسخت الكلام ده. يعني النهارده جمهور النادي الاهلي لا يقبل ان يكون في عنصر فاسد في الفرقه، لا يقبل. صح. خلاص هو بقى لا يقبل حتى. صح. لو انت يعني كنادي ممكن تتنازل سنه وتسيب لعيبه او تديله فرصه واثنين وثلاثه، الجمهور نفسه بقى ما يقبلش الكلام ده، يقول لك لا احنا مش عايزين ده، هيبقى يقول عنصر فاسد. مش تيشيرت الاهلي بالظبط، يعني لا روح ولا تيشيرت ولا شخصيه، يعني دايما خلاص اصبح بينفر الفساد، يعني خلاص بقى بينفر الفساد اوتوماتيكيا، مش محتاج يعني. زي ما قالوا الجمله فعلا، نادي الاهلي اجيال بتسلم بعض، تاريخ والكل في واحد، هو ده النادي الاهلي وهيفضل دايما النادي الاهلي. كابتن شريف، يمكن النهارده احنا في الكوره اتكلم بقى في الماتش، في الكوره بنقول في الماتشات اللي زي دي شوط اول وشوط ثاني. الشوط الاول انتهى في القاهره بفوز النادي الاهلي 2-0. ماتش النهارده او الشوط الثاني من الصعوبه انك تقدر تتكهن ايه اللي هيحصل، شايفه ازاي حضرتك؟ هناخد بنفس الكلام اللي كنا بنتكلم فيه. النادي الاهلي هو ده النادي الاهلي، تحت اي تحدي، تحت اي ضغوطات، تحت اي مسؤوليه بيبقى موجود النادي الاهلي. النادي الاهلي النهارده لازم يكون القائد في اللاعبين، القائد في الجهاز الفني بره الملعب. ازاي بيحسس اللعيبه بالمسؤوليه والروح النهارده اللي هي مطلوبه منهم داخل المستطيل الارض. انت يا ربنا ان ينصركم الله فلا غالب لكم. ربنا نصرك الماتش اللي فات على حكم مباراه بضربتين جزاء، واحده في اول دقيقتين تغير مجرى المباراه تماما، انك انت تجيب جون في اول دقيقتين وبعدين تجيب جون تاني تبقى 2-0، يبقى معرض الفريق اللي قدامك انه يحمل خساره كبيره جدا. مش ان انت بتدي ثقه للفرقه اللي قدامك بالتحكيم، ها، ان هو ياخد على انه يخش على ملعبك وخلاص، مفيش رادع ومفيش حد هيحاسب على الحاجات. أي. اللي انا بعملها. أي. فبيلعب بحريه زي ما هو عايز، خلاص ضمن الصفاره، ضمن له الامان في كل تصرفاته، في كل اصاباته للاعبين، مفيش انذارات، ما شفتش يعني حاجه تخض، ما بيجريش زي ما جري على اللعيبه بتاعتنا، واحد في اتنين في ثلاثه، واحد بيخلي الجون يروح يتاخر شويه معش يروح مديله انذار، فعنده روح بتعصبك حتى على ارضك. صح. بالك بقى لما هتروح تلعب هناك، فلا بد ان يكون في قائد. انا لاحظت الشناوي الماتش اللي فات على طول بينبه وعلى طول بيقول وعلى طول ده محتاجه انا كتير قوي النهارده للتركيز. عايز اقول لحضرتك حاجه في موضوع الشناوي ده. تفرق لو انت القائد بتاعك في نص ملعبك مش الجول اللي ورا خالص دوت ان هو يقدر يواجه، ما هو انا ممكن ما اسمعوش، كل منا في مكانه يعني. بيكون الشناوي ورا وهو اللي شايف الحاجات وبيحصل عليه اي اختراقات باي حاجه اي زيارات، من حقه ان هو لازم ينبه على طول. وده في كل الماتشات بتحصل. مش بس ماتش سان داون. انما النهارده انا عايزها بكثره، عايز قفشه يكون على طول مش للملعب بس. السوليه يكون مش للملعب بس. السوليه بقى داري بكل اللي بيحصل. شايف مثلا محمد طاهر، محمد طاهر تحركاته ما بترجعش كويس، طاهر خليك ملتزم مش عارف كذا. الناحيه الثانيه لعب الشحات او لعب صلاح محسن او واتيفر مين اللي هيلعب في التشكيل ان شاء الله، او المستجدات علينا دي، لازم على طول في لعيب قائد واقف في الملعب كده بينبهني. اما كنا نلعب انا وعلاء مثلا ما اعرفش ايه، كنت اطمن علاء اقول له اعمل كذا، ما اعرفش الاقي علاء زي الفريره بعدها بثانيه في حد ينبهه على حاجه. أي. هو محتاجها اللعيب نفسه، محتاج الحكايه دي، احنا كلنا بنبقى محتاجين الحكايه دي. احنا ما بنبقاش بنلعب دماغنا في هعدي ازاي وهشوط ازاي وبعمل البلان اللي احنا قلنا عليه، زي ما طاهر محمد طاهر عمل الماتش اللي فات وبوه راح جايبها رقص واحد وعدى وخد القرار. ده البلان اللي انا وبلال كنا بنتكلم عنه. انا لعيب نازل بحضر نفسي النهارده، انا بقى كفرقه كلها النهارده انا بحضر نفسي النهارده، لما اخش فيها جول اكون انا الابرز، انا اللي بضغط على الفرقه اللي قدامي. وادينا شفنا بنضغط عليهم بيسلموك الكوره، الاثنين اللي في العمق الاثنين اللي ورا دول اي منورات اي حاجه جديه بفعل بشكل مكوكي كده، احنا الكومباكت اللي هو اللعيبه كلها تبقى الدفاع مع نص الملعب مع الفراوده وبيتحركوا، بديش فرصه مساحات او مسافات لفرقه سان داونز انها تعمل عليك اي غزوات سهله. أيوه. ما بتديهمش ان هم يحضروا، ما فيش ريمارك على اللعيب بيستلم ويلف ويجي الكلام ده. لازم النهارده انت تبقى حاسس انك انت بتخش في الاناكل زي ما هم بيعملوا، تعمل اجريسيف في الملعب. يحسوا بشخصيتك. او ما بيخافوا، صدقني كونك انت السطو في الملعب، انت ليك اللي احنا كنا بندور عليه بقى. ازاي احنا اللي بنمسك كوره اكتر، ازاي احنا اللي بنبني هجمات عندنا، ازاي ثقه في لعيبتنا. انت الراجل اللي نزل اجايل المره اللي فاتت لعب ثرو باس
للعيب شايفه الناحيه الثانيه هو ما عندوش اي مساعدات ولا عنده اي حاجه للحاله اللي احنا كنا فيها. اجهاد عام وبتعايز تحافظ بقى على الجول وشايف ان هم ضاغطين عليك والحكم سلبك كل مقومات انك انت تعمل اي حاجه وتروح الكوره ان ينصركم الله بقى في ضربات الجزاء. ربنا قال لك انا هديك حقكم. ايوه في كوره زي دي تعيم الجون والراجل يوقف صح ويجيب جون يحطها سهله جدا. شوف الجون بيخش ازاي, شوف طريقه الهدف شكله ازاي والتوقيت كمان شكله قدري يعني صحيح. شكله رباني صحيح. بس في نفس الشكل تركيز مش عايزين نفوت اجايه. هو شايف لعيب تاني يقدر يعمل هجمه خطر صحيح. او مش بيخلص بس من الكوره يعني, هو راحت للكوره والراجل فعلا رايح هناك بسرعه واستقبل الكوره. هدي من احد الكرات النهارده اللي بتبقى ميته مزبوط. وبنجيب منها جوان مزبوط. يعني ادام انت بتجيلك فرص النهارده, اهم حاجه النهارده الفرص تجيلك. لو حافظت ودخلت على كوره ورحت جاي فيها جول خلاص انت حطيتهم اوت اوف بوزيشن صحيح. الفرقه دي بقت خارج. فانت النهارده كمان يا ايمن بتلعب على هدف, الهدف ده اساس الحكايه كلها صحيح. النهارده انت لو جبت هدف وانت حاسس بقوه النادي الاهلي احنا كنا بنتكلم عليه النهارده تحسسني بالشكل. بس انا كابتن بفضل ان يبقى القائد في نص الملعب. ما انا بقول لك انا بحب دي بصراحه. انا برضو يعني انا احب القائد في نص ملعب يعني بطبيعه الحال. الجول ده لازم يبقى قائد بطبيعه الحال يعني بطبيعته كده في الماتش. لا بطبيعه الحال ما هو سألني. لكن القائد نفسه انا بحبه يبقى في نص ملعب عارف, يبقى يعني ما بين نص الملعب وبين المهاجمين موازنه دايما. ما ده سوليه اللي انا بقول لك عليه يعني عمرو سوليه. وبعدين هي برضو هي مش بس في نص الملعب ولا ورا, هو الطبيعي ان يكون اكتر من قائد في الخطوط كلها يعني طول عمرنا مع بعض كلها قائد في كل خط يعني لا يعني طول عمرنا في لعيبه كتيره بتبقى عندها عنصر القياده في اكتر من يعني في الخطوط الثلاثه يعني كل اجيالنا كده هتلاقي فيها الجزئيه دي يعني مش ضروري واحد بس يعني صحيح. فان شاء الله باذن الله يكون اهم حاجه الروح عندنا النهارده والاصرار ان احنا بنرجع بنتيجه المباراه صالحنا باذن الله صحيح ان شاء الله. برب كابتن علاء, في افضليه للنادي الاهلي في الشوط الاول بعد ما كسب 2-0, هل دي تعمل ضغوط على سان داونز اللي عايز يعوض فرق الهدفين وبعدين يبتدي يدور على الهدف الثالث, ولا تعمل ضغوط على النادي الاهلي اللي عايز يحافظ على مكسبه او على اقل تقدير الخساره بهدف واحد او التعادل, ولا تعمل ضغوط على الفرقتين؟ هو فهتعمل ضغط سلبي على سان داونز. سان داونز 2-0 بيفكر عشان يتأهل عايز 3 أهداف. ثلاث أهداف بتيجي تفكر فيها كده قبل المباراة في النادي الأهلي انت بتتكلم في حاجة صعبة جدا جدا, خصوصا النادي الأهلي مش نادي مش فريق بيدافع وممكن ما يهاجمكش وممكن ما يبقى عنده, لا لا خالص. بس ربنا يستر, ربنا يستر من التحكيم الأول يعني ما سيكازوية سيكازوية بعد 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 المباراة الأولى أيام اللي كان كابتن شريف, أعتقد أي حكم لو شاف المباراة دي هيبقى أكيد يعني الاخطاء قليله جدا لان يعني الاخطاء كانت كبيره قوي واللي يعني متشافه كويس قوي. اي حكم هيجي يحكم هيبقى برده خد بالك برده يعني اوله واخيره ايمن, هو الحكم مش عايز او هيفكر في نفسه مش عايز, هو عايز مصلحته برده فعايز. ما اعتقدش النهارده في مشكله في الحكم, لكن انا دايما بتكلم في اللي جوه الملعب 90 دقيقه اللي في الملعب. في فريق خسران 2-0 وبيلعب سيد افريقيا اللي هو النادي الاهلي وبيفكر ان هو عايز يتاهل. مجرد تفكير في التاهل انت عايز 3 أهداف من غير ما تستقبل اي هدف مع النادي الاهلي, فانت بتتكلم في حاجه صعبه جدا في كره القدم. فده ضغط معمول على سان داونز ومن بدري يعني الهدف الثاني اللي جه صلاح محسن هو 1-0 كان بالنسبه له لو خرج بيها كان بالنسبه له الامور هتبقى الى حد كبير سهله ان هو هيفكر في هدف وبعدين يبدا يفكر بعد كده. الفرقه الكبيره بتعمل كده, الاول افكر في اول خطوه وبعدين افكر في الخطوه الثانيه. الهدف الثاني انت بتفكر في لسه 2-0 وعايز هدف ثالث وما تستقبلش هدف مع النادي الاهلي, بتبقى حاجه مش سهله بالنسبه له. ده الضغط معمول على سان داونز, عشان كده النهارده هتلاقيه مستعجل قوي عايز بيدور على هدف بدري قوي. المساحات هتلاقيها النهارده, انا دايما بقول كلمه, الفرق بره بتلاقي مساحات اكتر صح. ممكن سهل جدا تلاقي هدف النهارده, هدف النادي الاهلي ممكن يجيب هدف سهل جدا لان هو بيدور على عايز هدف بسرعه. هو كل ما الوقت بيعدي ايمن مش في صالحه هو مزبوط. بالعكس الضغط بيزيد عنده هو. انت لا انت هتنزل ضغط بس ضغط ايجابي. انت غالب 2 انت مش مضغوط زي هو صح. انت غالب 2-0 انت اهدى اعصابا صح, اهدى اعصابا وانت معاك الكوره. عايز اقول لك في قمه روحك وانت الكوره مش معاك, هو ده اساس النهارده مزبوط. هدوءك وانت معاك الكوره
طول ما الكوره في رجلك النهارده بمنتهى الهدوء وبتنقل وبتحرك انت ما عندكش مشكله، بالعكس هتلاقي مساحات كويس قوي، وهم ما بيعملوش الضغط الجامد قوي اللي يقلقك. هم عندهم عندهم حاجات كتير قوي في الملعب وفي تشكيل الملعب بتاعهم غلط. مزبوط. ممكن ما يكونش شفتها المباراه الاولى كويس، لكن بعد المباراه الاولى في حاجات كتير كمان ظهرت لك. يعني مستر موسيماني كمان مع هو عارف صن داونز كويس واكيد اتفرجوا على المباراه السابقه وشاف الاخطاء. لا انت بعد المباراه اللي لعبتها النهارده كمان يا ايمن في لعبتها في القاهره في اخطاء كمان انت شفتها في الملعب، زي يعني اللعيب ما هو مش بيلعب بيلعب المباراه ويروح قافل ويمشي، لا 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 هو بيقول كان في كان بيفكر خلاص بيبدا يعيد يعيد تاني المباراه، كان في اخطاء هنا وكان في مساحات هنا وكان في تمركز غلط هنا يبدا يستغلها. هو ده لعيب الكره اللي عايز يوصل ده. صح صحيح. ده الصح صح. هم عندهم اخطاء خصوصا اللي مريحنا انا ان هم اخطاء كلها في الاربعه اللي ورا يعني بحارس مرمى بالظبط بالظبط يعني حارس مرمى ويدفنس اخطاء كتير جدا، انت مش عايز احسن من كده. صح. ده انت كده اللي انت بتتمناه، انت صح. دايما بتلعب على اخطاء بتقول ما عندهم بطء في نص الملعب، لا لا ده انت عندك الخط الدفاع اللي ورا وحارس مرمى اخطائهم كتير جدا جدا كمان. مزبوط. لكن نص ملعب وفراوده ماشي. انت تبدا تقفل كويس قوي وتبدا تقفل المساحات كويس قوي، الاستلام والتسلم ده يبقى قليل جدا انا من رايي، وتستغل نقطه الضعف اللي هي وراهم الاربعه الاربعه الخلف خصوصا الاثنين المساكين في ضعف مش طبيعي. صح. حتى صح. في السرعات يا ايمن. مزبوط. في التحضير نفسه. مزبوط. وبعدين الاثنين بيلعبوا برجلهم الشمال فدي برده الى حد كبير غريبه شويه. مزبوط. وحتى الكابتن بتاعهم سنه كبير قوي اللي هو البرازيلي ده، في لا في مشاكل عندهم كتير جدا. صح. فالنهارده المشاكل دي هتبان زياده لان هو كمان مش هو مش هيلعب بتحفظ النهارده. هو عايز من البدايه عايز انا اضغط النادي الاهلي وعايز اجيب هدف وما عندوش حل عشان. صح. كده فانت النهارده فرصتك حاجتين، الكوره دايما تبقى انت على قد ما اقدر النهارده الكوره في رجلك انت، مش زي المباراه الاولى. المباراه الاولى يمكن الشوط الاول حته استحواذ هم خدوها وبيلاقوا بعض سهل، انت النهارده لا النهارده اعتقد انا من وجهه نظر مستر موسيماني حتى ممكن يبدا 10 او ربع ساعه ضغط عليهم من الاول. ضغط من الاول. حتى لو يستلم هضغط عليهم ضغط عالي. دايما انت بتحب اسلوب البدايه يبقى كده. هقول لك حاجه ايمن، دايما انت خليك انت الفاعل، انت اما تضغط في الاول وانت كسبان 2 انت بتدي له ان انت النهارده مباراه مش بتاعتك. ده انا ده انا غالب 2-0 وضغطك كمان في ملعبك اللعيب بيحس ايمن وانت فول باور لسه كمان بالظبط يعني كمان كل الحاله يعني البدنيه مش لازم العب على فكره يعني مش لازم العب شوط كله ضغط عالي طبعا، لكن مثلا ممكن اخد ربع ساعه تلت ساعه اديله بس كده ان النهارده انا ضغطك في ملعبك فدي بالنسبه له بس دي يا كابتن علاء ما تبقاش مغامره في البدايه ممكن تكلفك خالص. حاجه لا خالص بالعكس. بص يا ايمن المباراه دي ما تديلوش فرصه ان هو اللي يبقى المتحكم في المباراه. هو من نوع الفرق كان بلال اتكلم عليه الاسبوع اللي فات بيحب يستحوذ كتير وعنده ان هو لا انا ما بحبش اطلع الكوره غير لواحد. صح. دي خلي بالك احنا شفناها الشوط الثاني لما مستر موسيماني ساب له الاستحواذ بالظبط. هو ده اسلوب. بص يا ايمن كل فريق ليه اسلوب لعب يعني نادرا ما بغيره. حتى اللعيبه نفسها كل واحد ليه عنده طبيعته شخصيه اللعيب نفسه. ايوه ما فيش حد زي حد. هم واضح ان هم من نوعيه اللعيبه بيحب يستحوذ كتير. صح. وبيحب يطلع الكوره دايما من رجل لرجل لواحد حتى. مزبوط. لو في ضغط بتحس ان هي عنده ايه عنده عزه نفس شويه بس في الكوره انا مش هديها لك. بالزبط. فهو النهارده انا ليه ادي له الحته دي. فتخيل انت الحاجه اللي هو بيجدها انت لاقاك في اول المباراه انت ضغط عليه. ايوه هو غصب عنه طريقه تتغير. هو الوقت كره القدم ايمن الذكاء بتاع مدير فني ومدير فني انا ازاي افرض نفسي عليك انت افرض اسلوب عليك انت. انت بتحب تستحوذ لا انا هشيل الحته دي منك انت. صح. كور طويله هاخدها من هو النهارده لازم النادي الاهلي ان شاء الله بدايه يبقى هو الفاعل ما يستناش رده الفعل بتاعت صن داونز. صحيح. كابتن اسامه يمكن نرجعك بقى لورا زمان لما كنا بنروح للمجهول في افريقيا كنا برضو بيبقى فيه صعوبات خصوصا في بدايه المباراه. بنبقى قلقانين شويه بنبقى عايزين نشوف الفريق الخصم دوت حتى وان كنا نعرف عنه بعض معلومات. النادي الاهلي اللي او لعيبه النادي الاهلي الجيل ده لثالث سنه على التوالي بيلعبوا في نفس الاجواء وبيلعبوا على نفس الملعب وزائد كمان وجود مستر موسيماني على راس الاداره الفنيه للنادي الاهلي وهو كان متواجد على راس الاداره الفنيه من قبل مع صن داونز. هل ده بيكون عامل مساعد او عامل ايجابي للعيبه النادي الاهلي النهارده؟ طبعا. بص كل تراكم الخبرات بتاعه اللعب زي ما احنا قلنا انه لما كنا بنتكلم عن نادي القرن اللحظه اللي كابتن صالح استلم فيها البطوله الكاس بتاع نادي القرن يعني او اللقب بتاع نادي القرن ده تتويج
لكل اللي سبقه الكابتن صالح وان شاء الله كمان اللي مستمر. فانت زمان لما كنا بنلعب كنت بتسافر، اولا في فرق كتير مش شايفها على طول قدامك، عدد المباريات اللي كانت بتتذاع ما كانتش كده، الملاعب ما كانتش بالجمال ده، بالجوده دي، مظبوط بالجوده دي مزبوط. يعني احنا كنا بنستنشق في افريقيا انك تلعب على ملعب كويس، مظبوط. كنا بنروح نلاقي يعني تلعب في غيط يعني. جنوب افريقيا كمان تحديدا رقم واحد في افريقيا في الملاعب، يعني هي ومصر والمغرب ويمكن الجزائر وتونس والجزائر وتلعب عليها كاس عالم، فعندهم الملاعب حريق. فانا لا اقصده ان جيل ورا جيل ورا جيل تراكم الخبرات ده واللعيبه دي لعبت في الاجواء دي كتير وملاعب كويسه ولعبوا صن داونز اكتر من مره، مفيش شك تديهم ثقه. صح. وكمان الحاجه الثانيه الهدف الثاني اللي جه في المباراه اللي فاتت ده مفروض يخلي ثقتك قد الدنيا كلها، يعني يعني الهدف الثاني من وجهه نظرك يعمل ضغوط اكتر على صن داونز. مفيش شك انت انت فرق شاسع بين ما انت تروح صفر. كسبان 1-0 وانت كسبان 2-0 والعكس بالنسبه له هو. خلي بالك الهدف لما بيكون هدف واحد انت مستني لغايه الدقيقه، مثلا لو هيحسب 5 دقايق وقت ضايع انت مستني لغايه الدقيقه 95 انك ممكن تكسب 1-0 وتلعب ضربات جزاء. لكن 2-0 دي انت بقيت في حيره انك انت عايز انك تجيب هدف بدري وكمان ما يجيش فيك هدف. خلي بالك ما دي نقطه كمان مزبوط. خطيره مزبوط. انت تخيل ان صن داونز حتى 3-0 هيبقى مرعوب. ده هو لو هو كسبان 3-0 شوف بقى. لا انا بكلمك كحسابات كوره، انا مش بتكلم طبعا ان شاء الله مش هيحصل يعني. انا بتكلم انه شوف لدرجه ايه ان الهدف الثاني ده فرق قد ايه. الحاجه الثانيه كان ممكن مثلا تكسب 3-1 مش 2-0 كانت تبقى اسهل لهم برضه، لكن انت الحمد لله كسبت 2-0 ودي نتيجه يعني جيده جدا بالنسبه لمستويات فرق ما تكون متقاربه وتكسبه 2. ما كنتش بتتمنى عمرك، كنا بنتمنى في افريقيا لما نيجي نلعب ساعات كنا بنكسب 4-5 صحيح دي بتنهي المباراه خالص، لكن احنا بنتكلم في المنطق بس حسب قوه الخصم كمان. يعني لما تيجي تلعب الترجي، لما تيجي تلعب الوداد، لما تيجي تلعب الزمالك مستويات متقاربه، لما تكسب 2-0 او صن داونز ده حاجه نتيجه كبير. جيده جدا. فما فيش شك ان دي هتعمل ضغوط عليهم كبيره. الحاجه الثانيه الكابتن شريف والكابتن علاء اتكلموا عليها وبلال برضو اكيد من الماتش اللي فات بنتكلم عليها، اللي علاء دلوقتي اتكلم فيها من شويه، موضوع انه قلبي الدفاع عندهم بطء كبير جدا. صح. وبعدين في حاجه صعبه جدا في العالم ان الاثنين شول، يعني ريكاردو ده اللي هو البرازيلي بيلعب ناحيه اليمين واشول. لما بتروح له الكوره عقبال ما بيحضر وعشان يهيئ اللعب، خاصه ان هم كمان ما بيحبوش يطفشوا الكوره في اي وضع. صح. بتلاقي فيها تهتها يعني. مزبوط. ساعات بتبقى لما بتضغط عليه بيغلطوا كتير. وبعدين في المقابل انه عايز يهاجم عشان يجيب اثنين. فاللي اتكلم عليه على انه انك تضغط ده مهم، وكمان حتى لو لعبت بالاسلوب الثاني انك انت تقفل في نص ملعبك او تلتين ملعب وتخليه يطلع والمساحات تبقى وراه، الواحد تستغل سرعه واحد زي شريف او واحد زي صلاح محسن اذا لعب بالكرات الطويله خلفهم، دي هتعمل لهم قلق كبير جدا. بس في نقطه طبعا مهمه جدا بالنسبه لنا، الضربات الثابته ليهم بالظبط سلاح قوي جدا بالزبط. متوبة ده اللي هو رقم 19 الماتش اللي فات صح. كل كرة بياخدها هم بيفضوا الأولانية فلازم ويجي واحد قاطع يروح يلعبها على طول، هو رقم 19 بالذات اللي هو اسمه متوبة ده هي. فلازم يتعامل عليه رقابة قوية جدا، والشناوي كمان لازم يبقى في واحد خطوة كده لقدام. دول أكتر نقطتين مهمين إن احنا نلعب على المساحات الفاضية وإن نركز قوي في موضوع الضربات الثابتة اللي علينا. صحيح كابتن بلال، وجود مستر موسيماني في مباراه النهارده ومباراه العوده وملعب صن داونز، وهو كان المساعد بتاعه هو اللي دلوقتي مدير فني لصن داونز، هل فكر مستر موسيماني النهارده قاري فكر، وطبعا اكيد الاثنين قاريين فكر بعض، الصعوبه بتبقى على مين هنا، على مستر موسيماني ولا على
مدير الفني صن داونز. الصعوبه على المغلوب. على المغلوب. اه طبعا. يعني النهارده انت بتلعب ماتش مع المدير الفني بتاعك اللي هو مستر موسيماني، انت مغلوب منه 2-0 في القاهره، حتى ولو كان اداء الاهلي اقل من الاداء المعروف او ما لعبش بالمستوى المعهود بتاع النادي الاهلي، فانت النهارده عليك صعوبات كبيره جدا جدا جدا. تمام. اولا انت عارف عارف طريقه لعب النادي الاهلي، ومع ذلك يمكن كابتن علاء قال حاجه، كابتن اسامه قال ان في بعض الفرق ما بتقدرش ما بتعرفش تغير من اسلوب لعبها، يعني خاصه الفرق الكبيره، يعني من الصعب شويه ما ممكن ان انت وانت بتلعب استحواذ انك لا تغير وتلعب على هجمات مرتده، بتبقى صعب شويه عليه لانك بتحتاج لعيبه بامكانيات وقدرات مختلفه. يعني مثلا ايه، لو اتكلمنا على فرقه مثلا في مصر، في فرقه هنا بتلعب على هجمه مرتده سريع، لان هو بيشتغل على تقفيل الملعب بشكل كويس، بيلعب زون ديفنس وبيشتغل على اتنين على طرفين سرعه قوي، فبيعتمد عليهم في كل اللعب بتاعه. انما النهارده انت بتلعب فرقه هي كل امكانياتها وقدراتها ان هي بتحضر كوره، تمام؟ زي ما اتكلمنا وكابتن اتكلم وكابتن اسامه اتكلم من شويه وقال ان هم عندهم اتنين بطاء، وكابتن علي اتكلم وكابتن شريف قال عندهم اتنين في قلب الدفاع، اتنين بطاء جدا. فالطبيعي من لعيبه النادي الاهلي انك تضغط من قدام، لان هو النهارده ما بيقدرش يلعب الكره الطويله، الكره الطويله مش بتاعته، الكره الطويله بتبقى بتاعت ديفنس النادي الاهلي، يعني هاي. اي سرد باك في العالم تقول له عايز ايه؟ يقول لك عايز كره طويله، عايز كره عاليه. فالنهارده لو ارغمته انه يغير من طريقه لعبه هتقابل فرقه مختلفه تماما. طب انا عايز اقول لك حاجه، انا عايز اسالك سؤال، انت كمهاجم كنت مهاجم هداف وقناص ما شاء الله، ايه اللي يضايقك وانت بتلعب ظهرك للجول ومدافع بتاع الفرقه الثانيه في ظهرك؟ اللي ضايقني انك كل كره تلعبها لي عاليه. كل كره تلعبها لي عاليه. ما تلعبش على الارض، ما تستنانيش لما اتحرك الكره، ما تجيليش من نص الملعب، تجيني من السنتر باك بتاعي. هي دي الكره اللي تضايق، لان الكره بتبقى عايز اقول لك 70% مدافع 30% مهاجم. لان هو شايف الكره، هو في ظهرك، انت مش شايف اذا كان بيتحرك ولا ما بيتحركش. انت بتطلع معاه رقم واحد. هو بالنسبه له عايز هدف واحد بس، انه يشتت الكوره. انت عايز رقم واحد بالنسبه لك انك تستحوذ على الكوره بشكل كويس، ورقم اتنين انك تبصيها لاي حد جاي، او صحيح. تستحوذ عليها وتبتدي تبني هجمه. فانت بتبقى عندك الصعوبه اكتر من السنتر باك، لان هو بالنسبه له عايز يشتت. لو زقك، لو يعني في حكام طبعا، انت عارف افريقيا تطلع طبعًا وتزق من طبعًا. مفيش فاولات، هو طول الوقت بوشه شايفه. طبعا هو شايف، وممكن ما هو يسبقك طبعا. انت بالنسبه لك صح، بالنسبه لك صعب السيطره الاول وبعدين حتى تلف. كمان الكره لو طولت الجول اقرب للكره منك. مظبوط. فالنهارده كل الصعوبات اللي ممكن يعملها لعيبه النادي الاهلي في الخط الامامي انه يبتدي يضغط على الاثنين سنتر باك، لان احنا شفنا الماتش اللي فات من الضغط قدرنا نقطع، وكان ممكن نسجل هدف من هجمه مرتده لو كان الاهلي اشتغل عليها بشكل كويس. طب احنا تعودنا دايما من مستر موسيماني في بعض المباريات انه بيفاجئنا بحاجات، هل ممكن يفاجئنا بحاجه معينه النهارده في التشكيل، في طريقه اللعب؟ بص، يمكن انا ممكن بشوف ان ممكن النهارده يملى نص ملعب اكتر، يعني او يغير من طريقه اللعب، ممكن في اعتقادي ان ممكن، ما اعرفش التشكيل اتحط ولا لسه او جه ولا لسه، بس ممكن يكون عنده فكر انه يشتغل على ان هو يدافع من نص ملعب، يلعب دفاع من نص الملعب. ويشتغل على سرعه الاثنين المهاجمين، وخد بالك دي هتبقى ليها قيمه كبيره جدا في مباراه النهارده، لما تجيب الاثنين السنتر باكس بتوعهم لنص الملعب وتبتدي تشتغل على الكره الطويله، هيبقى عندك مساحه وسرعه لصالح لعيبه النادي الاهلي، تقدر تشتغل عليها بشكل واسع جدا جدا النهارده. طيب صحيح. طب خلاص، قبل ما نطلع فاصل نقول بقى تشكيل فريق النادي الاهلي ومفاجآت مستر موسيماني النهارده في التشكيل. هيبقى محمد الشناوي لحراسة المرمى، ناحية اليمين محمد هاني، ناحية الشمال أيمن أشرف كظاهرين، في القلب بدر بنون وياسر إبراهيم. يبقى احنا دول الأربعة اللي ورا، محمد هاني، أيمن أشرف ظاهرين، بدر بنون وياسر إبراهيم، قدامهم رامي ربيعة. قدامهم ده اللي جاي في التشكيل، قدامهم رامي ربيعة. وبعدين الاثنين الوسط الدفاعي بتوع نص الملعب ديانج والسولاي. وبعدين قدامهم قفشة صلاح محسن ومهاجم وحيد محمد شريف. نقول تاني وبعدين نطلع فاصل ونرجع نتكلم في التشكيل. شناوي لحراسة المرمى، هاني وأيمن أشرف ظاهرين ناحية اليمين والشمال، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ياسر إبراهيم، قدامهم رامي ربيعة. وقدام رامي ده اللي جاي على الورق، ديانج وعمرو السولي. خط الوسط الامامي وخط الهجوم هيبقى قفشه
صلاح محسن ومحمد شريف. نطلع لفاصل وبعدين نرجع نتكلم عن التشكيل وطرق اللعب مع نجومنا الكبار. أرجوكم انتظرونا. يخوض فريق الكرة بالأهلي تحدياً إفريقياً قوياً عندما يحل ضيفاً على سان داونز الجنوب إفريقي في 13 اليوم السبت على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في إياب دور الثمانية لبطولة دور أبطال إفريقيا، في مباراة لن تكون سهلة في مواجهة منافس منظم يجيد اللعب على أرضه. ويسعى المارد الأحمر إلى تأمين نتيجة مباراة الذهاب والتي فاز فيها بهدفين نظيفين من أجل حسم الصعود إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في خطوة جديدة نحو الوصول لمنصة التتويج وحصد النجمة العاشرة من الأميرة الإفريقية. الأهلي استعد لمباراة اليوم بصورة جيدة من خلال السفر المبكر إلى جنوب إفريقيا للتعود على الأجواء التي ستقام فيها المباراة والتي ستنطلق في 13 عصرا. وما طمأن البعثة الحمراء اعتدال حالة الطقس في جنوب إفريقيا منذ أن وصلت البعثة مدينة بريتوريا معقل سان داونز. الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ركز في محاضراته الفنية مع اللاعبين على أن الصعود لم يتم حسمه في لقاء القاهرة، ولكن أقيم الشوط الأول واليوم هو الشوط الثاني. وركز موسيماني في خطته على إفساد مفاتيح لعب الفريق الجنوب إفريقي وغلق المساحات أمام مفاتيح لعبه والتحكم في إيقاع المباراة، لا سيما مع الهجوم الضاغط المتوقع من بطل جنوب إفريقيا من بداية اللقاء، حيث طالب موسيماني لاعبي الأهلي بضرورة التركيز الشديد والتمركز الجيد داخل الملعب وفرض الرقابة اللصيقة على لاعبي سان داونز وعدم ترك المساحات والتقارب بين الخطوط لتصعيب المهمة على بطل جنوب إفريقيا في الوصول إلى مرمى محمد الشناوي. في المقابل يسعى فريق سان داونز لتحقيق ريمونتادا من خلال تسجيل 3 أهداف في مرمى الأهلي. وتقوم خطة مانجوبا مونجيثي المدير الفني لبطل جنوب إفريقيا على تسجيل هدف مبكر يربك حسابات الأهلي، حيث طالب لاعبيه بتقديم كل ما لديهم وتقليل الأخطاء التي ارتكبوها في مباراة الذهاب بالقاهرة وضرورة نقل الكرة السريع واستغلال المساحات الموجودة. مرحبا بكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين، وزي ما قلنا قبل الفاصل تشكيل النادي الاهلي نقوله مره ثانيه عشان ننزل بيه بقى ونعرف النادي الاهلي هيلعب ازاي. محمد الشناوي حارس المرمى، وناحيه الطرفين ظهير ايمن وايسر محمد هاني ايمن اشرف، الاثنين اللي في القلب بدر بنون ياسر ابراهيم، قدامهم رامي ربيعه، واثنين وسط دفاعي عمرو السوليه اليو ديانج، والوسط الامامي والهجوم محمد مجدي قفشه صلاح محسن ومحمد شريف، البدلاء علي لطفي محمود وحيد احمد رمضان اكرم توفيق طاهر محمد طاهر حسين الشحات جونيور اجاييه والتر بواليا ومحمود كهربا. طيب يبقى والتر بواليا مش موجود، مكانه وليد سليمان، ده اللي جالنا حالا دلوقتي بعد ما جات لنا الاسماء الاول ان والتر بواليا متواجد. لا، والتر بواليا مش متواجد، وليد سليمان مكانه على الدكه. تشكيل فريق سان داونز، وهنلاقي فيه ان فيه النهارده تغييرين. هيلعب في البدايه كحارس مرمى اونيانجو، وده لعب طبعا الماتش الاولاني. خط الدفاع 4 زي ما هو موجود على الورق.
ناحيه الطرفين ريكاردو دي سانتوس وسافوسا موديبا، والاثنين اللي في القلب موسى ليبوسا وريفالدو كونزي ولا كودزي. قدامهم ثلاثه، جالي وده ما كانش لعب الماتش الاولاني وده تغيير النهارده كان مصاب ورجع، وسيفليل ماخوليس وثابيو ثابيلو مورينا. قدامهم ثلاثه، بيتر شالوليلي اللي هو اصلا هداف الفريق بثلاث اهداف، وجاستن سيرينو اللي احنا كلنا عارفينه، وثيمبا زواني اللي هو كان مصاب المباراه الاولانيه وده من اخطر اللعيبه في الخط الامامي لسان داونز. كابتن شريف، رؤيتك لتشكيل النادي الاهلي وازاي من خلال التشكيل ده مستر موسيماني هيلعب؟ بص مستر موسيماني، كلنا اتكلمنا قبل المباراه هنلعب ازاي المباراه اللي هناك. الراجل حط تشكيل من وجهه نظره يرد على جميع التساؤلات. هتلعب بثلاثه في النص ولا هتلعب ب 4-1-4-1؟ خدت بالك؟ هتلعب باي شكل؟ فهو حط تشكيله تقدر تدور من خلال اللعيبه من الملعب نفسه. يعني النهارده انت هتتكلم على رامي ربيعه، هل هو مكمل لعمر سوليه وليو ديانج وحلقه الوسط بين الديفنس وبين نص ملعبك، وفي نفس الوقت بيعمل مساعده ان عمرو سوليه ممكن يميل شويه لما تبقى كرة جايه ناحيه اليمين او وليو ديانج ناحيه الشمال نفس الشيء؟ قصدك يبقى في مرونه تكتيكيه في بعض عناصر الفريق، تكتيكيه، ويبقى لاعب متحرر بيقدر يقرر حسب الكره جايه لك منين ويقدر يساعد اللعيبه كلها. ونفس الشكل الثاني ممكن تلعب 3-5-2 اللي هي تلعب بثلاثه ورا، وفي الشكل ده هو بيعتقد، احنا بنعتقد ان بدر بنون هيلعب ليبرو النهارده، ليبرو حر بيلم كل الكرات اللي جايه من ناحيه اليمين وناحيه الشمال، لان انت حاله الاستحواذ بتاعتك هنا في مصر ما قدرتش مع الفرقه دي انك انت تستحوذ اكتر من كده. هو بيتخيل انه لو عمل الطريقه اللي انا قلت لك عليها، قفل المساحات الكتير بلاعبين كتير بتعتمد على شيء واحد بس. طبعا محمد مجدي قفشه قصه انه يبقى متطرف ناحيه اليمين دي هتبقى يعني خفيفه جدا، ولازم يبقى حلقه الوصل هو في نص الملعب دايما لصلاح ومحمد شريف، زي ما احنا جايين انا وانت كده، محمد شريف وصلاح دول راسين حربه. فنفس الوقت هنا هتلعب 4-4-2 بقى 4-1-4-1، دي حركه مرونه اللعيبه بنفس الشكل. انما هو بالشكل اللي انا كنت شايفه كده حاسس ان هو هيحط بدر بنون فري مع الاربعه ايمن اشرف وربيعه وياسر ابراهيم محمد هاني على حسب الكره هتبقى جايه ازاي او على حسب مجريات اللعبه هتمشي ازاي. افرض انت يبقى كده بالشكل ده، علاء احنا وبلال واسامه كنا بنتكلم ان احنا هنضغط من اول المباراه بهذا الشكل. قصه ان انت هتضغط من اول المباراه اعتقد انك هتلعب تلت ملعب، مش هتلعب نص ملعب يعني تلت يعني هينزلهم عن تلت الملعب، هيديهم قدام ال 18 شويه يمسكوا الكوره على اساس ان انت برضه تبقى ضاغط نص ملعبك مع جميع الخطوط بتاعتك. صحيح. فانا اللي شايفه بالتوفيق للعيبه ان هم يقدروا يعملوا المرونه نفسها ويقدروا يعدلوا على حسب مجريات اللعب شكله والكونتر اتاك بتاعك لازم يبقى فيه سرعه كبيره جدا من صلاح ومحمد شريف بمساعده قفشه انهم يعملوا لك الشكل الهجومي اللي هو مطلوب يعني. صحيح. كابتن علاء، كابتن شريف قال لك ان من خلال التشكيل ممكن بدر بنون يبقى ليبرو. طيب هل من الممكن ان مستر موسيماني النهارده يكون بيفكر يعمل ستاره في نص الملعب ونلاقي ثلاثي نص الملعب رامي ربيعه عمرو السوليه واليو ديانج قدام الاربعه اللي ورا، وهيبقى الدور الصعب بقى هنا دور محمد مجدي قفشه؟ بص يا ايمن، هو مستر موسيماني عمل حاجتين النهارده في التشكيل كويس. هو زود نص الملعب واستغنى عن الاطراف بتاعتك. النهارده مش هيلعب الاطراف، مش هيستغل الاطراف، بدليل ان عندك النهارده طار محمد طار كويس، حسين الشحات، وهتلاقي كهربا اللي بيلعبوا الاطراف مش موجودين النهارده بره. هو اعتمد على اثنين عندهم المستين ان هو ممكن لو اتطرف يبقى كويس وممكن يبقى راس حربه، شريف وصلاح محسن. بالظبط. هو عارف ان زي ما اتكلمنا كلنا عارف ان نقطه ضعف صن داونز في القلب مش على الاطراف. ايوه. فهو بيفكر ان ازاي اقرب وقت واقرب واسرع تمريره يوصل الحته دي. عشان كده هو عمل حاجه، لو انا يعني لو انا قريت تفكيره صح هتبقى حاجه ممتازه، ان حاطط اثنين سرعة قوي محمد شريف وصلاح محسن. أيوة. وعندهم مهاراتهم كويسه قوي. أيوة. وبيقدروا عندهم الستارت او الاول خطوتين سرعة جدا، هيفرق معاهم في الحته بتاع القلب دي كويس. واستغنى عن الاجناب خالص وقفل نص الملعب كويس. بمناسبه الاستغناء عن الاجناب، مش ممكن النهارده نشوف قفشه مايل شويه مثلا ناحيه اليمين دفاعيا
ممكن يميل دفاعيا لكن مش هتلاقيه متطرف، لان محمد مجدي ما عندوش الميزه دي خالص، هو يخسره. لكن هو بالوضع اللي انا شايفه ده ان هو يلعب زي محمد شريف وصلاح محسن راسين حربه، لكن هيبقى محمد شريف هو اللي عنده دايما الاولويه لقدام، وصلاح محسن هو اللي يبقى تحته دايما. ممكن ده على حسب تفكير، ممكن هيبقى لو انت هتلعب هتلعب باطراف هتبقى صلاح محسن ناحيه الشمال، محمد شريف، محمد مجدي بس مش هو على الطرف. انت فاهم؟ نستأذنك كابتن معلش، معانا زميلنا كريم احمد من ملعب المباراه على التليفون، نعرف منه اخر الاجواء هناك قبل بدايه المباراه. ازيك يا كريم؟ مساء الخير كابتن ايمن، اهلا بيك طبعا، كل التحيه ليك والكباتن الكبار في الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي. طمني، ايه الاخبار عندك؟ والله يا كابتن ايمن، يتبقى بقى كل دعوات جمهور النادي الاهلي. النادي الاهلي استعد بكل قوه الحقيقه للمباراه دي، 5 ايام تدريبات بكل جديه، محاضرات مستمره، لعيبه عندها هدف كبير ورغبه كبيره وكباينه جدا في حماسهم في التدريبات. يمكن كمان التشكيل اللي اختاره بيتسو موسيماني واضح ان يمكن هاري بعض الامور الخاصه بفريق سان داونز، ده امر مهم جدا، ويمكن هنشوف بعض التركات كده بلغه الكره في الملعب. يعني كرام ربيعه ممكن الناس تختار شويه مكانه، صلاح محسن قفشه، لكن انت عارف يمكن فريق سان داونز عندهم محللين مميزين جدا وقاعدين متابعينا وبيتابعوا القنوات، تابعوا طبعا المركز الاعلامي، فيمكن الاخبار بتكون حديثه جدا ان احنا نقولها، لان هي مباراه حاسمه وحساسه جدا. يا رب ان شاء الله باذن الله لعيبتنا النهارده تكون على قدر المسؤوليه، وكل الجمل التكتيكيه الحقيقه اللي يمكن بيتسو موسيماني حفظها لعيبه النادي الاهلي من التدريبات لو اتطبقت النهارده او اتطبق جزء منها ان شاء الله باذن الله نقدر ان احنا نحرز ونقدر ان احنا ان شاء الله باذن الله ان شاء الله. قول لي بقى، قول لي قبل بدايه المباراه حاله الطقس عندك ايه؟ مميز جدا يا كابتن ايمن، يعني يمكن احنا قلنا يا رب تكون اليوم بهذا الشكل، يعني درجه الحراره 20، الشمس بسيطه جدا، في سنه بروده بسيطه، فامر يمكن كنا بنتمناه وحصل الحمد لله النهارده في ارض الملعب، حتى مع مرور الوقت كمان ومع سكوت الساعه 3 وحتى في الشوط الثاني ان شاء الله الجو هيكون اهدى من كده كمان، درجه الحراره ممكن توصل ل 16 و17، فجو مميز جدا. المدرجات خاليه تماما من طبعا من الجمهور بقرار من الكاف، دي اول الوضع بس، او يمكن كل المتواجد هم بعض افراد السفاره المصريه، معالي السفير طبعا كابتن محمود الخطيب الاستاذ طارق قنديل عضو مجلس الاداره والبعثه الاعلاميه بالكامل، لكن لا يوجد جمهور، لكن هو كان في جمهور بقى خارج الملعب، وده يمكن اللي احنا قلنا عليه، عدد من جمهور صن داونز التجمع خارج الملعب طبعا يحفزوا الفريق صن داونز وهو داخل، يمكن كان في بعض الهتافات والاشارات المعتاده من الجمهور لاعبي النادي الاهلي، لكن كل الامور دي احنا سمعنا يا كريم ان في بعض من جمهور صن داونز بيشجع النهارده النادي الاهلي من كتر حبهم مستر موسيماني. دي حقيقه كابتن ايمن، دي حقيقه، يمكن بعض الجماهير كانت متواجده معانا في التدريبات والنهارده كمان، يعني حتى في فندق الاقامه واحنا نازلين يمكن زوجة بيتسو موسيماني وبعض محبينه كانوا متواجدين خارج فندق الاقامه وشجعوه بشكل كبير، حتى واحنا داخلين الفندق يمكن عدد من فريق من جمهور صن داونز كان بيشجع اكيد صن داونز، لكن في عدد كبير بيشجع بيتسو موسيماني. يا رب ان شاء الله يكون موفق النهارده واداره الفنيه من فريق الخطوط تكون مميزه وتساعدنا ان شاء الله على تخطي هذه المباراه باذن الله ان شاء الله. طمني برضو على الروح المعنويه عند اللعيبه وحته التخوف من حكم المباراه، هل حد بيفكر فيها؟ والله يا كابتن ايمن، حته التخوف من حكم المباراه ده امر اكيد وارد جدا، وامر الفار كمان امر اصعب، يعني كنا بنتمنى ان يكون في فار في مباراه حساسه او في الادوار دي في البطوله الافريقيه، لكن دوافع اللعيبه كبيره جدا، معنوياتهم مرتفعه جدا، عارفين اهميه هذه المباراه وعارفين ان ملايين من جمهور النادي الاهلي منتظره ان لعيبه النادي الاهلي تفرحهم، فانا باكد لك على الرغبه الكبيره والروح الكبيره، وان شاء الله الشخصيه بتاعت النادي الاهلي وروح الفنان الحمراء هي اللي هتحسب هذه المباراه مع الاعداد الجيد اللي قدر يحضره النادي الاهلي مع الجهاز الفني. طب عندك فكره مستر موسيماني يتكلم اكيد اتكلم مع ثلاثي الدفاع بدر وايمن اشرف ورامي ربيعه، لان الثلاثه دول خدوا انذارات في مباراه الذهاب وخدوا الانذارات دي مبكر جدا، هل اتكلم معاهم في حته التعامل مع حكم المباراه، خصوصا ان انت مش عايز واحد منهم، عشان ان شاء الله باذن الله بعد ما نعدي ماتش النهارده عندنا قبل النهائي نتجنب حته الاخطاء علشان التحكيم وان احنا ما ناخدش اي انذار تاني. بالظبط يا كابتن ايمن، يعني يمكن تاكيد كان من كابتن سعيد عبد الحفيظ ومن بيتسو وموسيماني على هذا الامر للثلاثي الحقيقه، على ان يكون في هدوء شويه في التعامل، هدوء في التدخلات كمان، لان يمكن اي حد يحصل على الانذار يكون امر يمكن مؤسف على فريق النادي الاهلي، لكن يا رب النهارده لعيبتنا يعني يبقى في ضبط نفسي بشكل كبير جدا، والثلاثي تحديدا يكون عندهم ضبط نفسي كبير في التعامل مع الحكم وفي التدخلات، وان شاء الله باذن الله الامور تعدي على خير يا كابتن ايمن. باذن الله وكل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله كريم، شكرا شكرا جزيلا يا كريم. اتفضل يا كابتن علاء. بص يا ايمن، دي بالنسبه للحته الهجوميه، انا بتكلم على الحته اللي هي في نص الملعب، ومستر موسيماني عايز يعمل كثافه في نص الملعب، ثلاثه عندهم حته دفاعيه عاليه جدا، اولو ديانج الحته الهجوميه بيعملها كويس قوي، بعديها عمرو، لكن هتلاقيه دايما ثابت
في نص الملعب او بدايه السنتر هو رامي ربيعه مش هيتحرك منها كتير. هو فكر في النقطتين دول، شاف ان الاستحواذ كان المباراه السابقه كتير قوي في نص الملعب. طب بص يا كابتن معانا على الشاشه، هو التشكيل زي ما جالنا زي ما جالنا على الورق، بس هنا هنا يديك احساس انك انت هتلعب 4-1-4-1. مع راي يعني ممكن توصل لكده يعني، كان تشيلي في اقل ممكن بدري يبقى الراجل ليبرو كده. على فكره احنا كل بنتكلم فيه ده كل واحد بيقول وجهه نظر وكلها حاجه كويسه جدا، في الاخر هتوصل للمشاهد الحاله لعيبه النادي الاهلي. لكن 4-1-4-1 ممكن يفكر فيها، بس انت هتفكر فيها على حسب انت هتقابل منين بالظبط. يعني 4-1-4-1 دي في حاله الدفاع ولا في حاله ايه بالظبط؟ يعني 4-1-4-1 المرسومه دي لو انت هتقابل صن داونز من قدام انت فاهمني بالمنظر ده كده انا ماشي هتقابله من قدام ماشي، لكن لو من قدام الدايره هتبقى مش 4-1-4-1 هتلعب بنفس الشكل ده كده، هيبقى 4-3-1-2 محمد شريف وصلاح محسن في الوقت ده ايمن هيبقى انت هتقابلهم بالظبط عند قوس نص الملعب، هتسيب صلاح محسن لوحده محمد شريف لوحده في نص الملعب وهيبقى تحته الستار الكبير قوي دي اولهم محمد مجدي، الا لو عمل مفاجاه ثانيه خالص مثلا موسيماني وقابل. انت قصدك بالاسلوب دوت ممكن يبقى 4-3-2-1 يعني عمرو السوليه ورامي واليو ديانج يعملوا ستاره بس كده وهنا صلاح محسن هيبقى الاولويه لي على ناحيه الشمال ومحمد مجدي هيقابل الراجل ناحيه اللي هو الباك ليفت بتاعه، ويبقى عندك نص ملعب ستاره كبيره قوي في نص الملعب قافل الحته اللي بتميزهم، هم دايما بيحبوا يستحوذوا. كان بلال بيتكلم في الحته اللي فيها الرباعي نص الملعب بتاع النادي الاهلي اللي هو الثلاثي ده كويس. اتفضل. يبقى حاله الدفاع هنكون كده، هتبقى كده لما معانا الكوره قفشه بقى هيضم على جوه وهو بيستلم. اي قفشه هيبقى هو اللي هيحرك لك الاثنين اللي هيبقوا زي اثنين راس حربه ايمن. مش هتلاقي اطراف كتير النهارده، هو هيسيب الاطراف ممكن ليه ايمن اشرف ومحمد هاني ومش هيعتمد عليها كتير، يعني مش هيطلعوا كتير لكن ممكن محمد هاني هتلاقيه كتير قوي، بس هو عنده ميزه ان عنده واحد زياده في نص الملعب رامي. فحتى لو الاثنين طلعوا ما عندوش مشكله هيأمن نص الملعب كويس. لكن هو مش هيستغل اطراف النهارده بمحمد شريف او صلاح محسن، هو النهارده عايز اقول لك كده المنظر ده اقرب كوره هيعتمد على الكوره المقطوعه التسليم محمد مجدي في المساحه دي ايوه كده حركه صلاح محسن محمد شريف مش على الطرف، هتلاقيها دايما في الحته اللي كان بيتكلم فيها اسامه القلب الاسوأ حته اضعف حته في صن داونز هي الحته دي. عشان هو مستر موسيماني لو انا قريت تفكيره صح هو بيفكر اضعف حته في صن داونز ايه؟ الاثنين مساكين طب انا هستغلها مش هضيع وقت كتير قوي على الاطراف واعمل كرات عرضيه كتير الا لو جت مره او اثنين، لكن هيبقى اهتمامي كله ازاي اقطع من القلب. في مباراه ايام كنا بنتكلم فيها انا وانت من فتره وحسبت لك مره احنا عملنا كام كره عرضيه عملنا ثلاث كره عرضيه في الملعب في الماتش كله مش عارف كسبنا ثلاثه ولا حاجه. هو بيدور على دي، هو رجع للاسلوب ده اسلوب ان انا ازاي اقطع بالظبط من النص الاثنين مساكين اوصل للجول بسرعه قوي ودي اضعف حته حارس مرمى ايه يا بلال. بس الكلام ده كابتن اللي هو هيلعب ربيعه في الحته دي فعلا زي ما حضرتك بتقول. انا بقول هيلعب ربيعه في الحته دي لو لعب لا ما انا بقول لك كنص ملعب ثالث مع السداوه دي انا بشرح على دي. لو لعب بورا هيبقى عندنا ازمه كبيره جدا على اطراف الملعب. ما انا بقول لك حاجه اصلا كل قدراتها ان هي بتلعب على اطراف الملعب كويس. انا بقول لك حاجه انا بشرح من دي كابتن شريف شرح ببدر بنون بخمسه انا بشرح بدي ممكن كابتن اسامه يتكلم في حاجه ثانيه انت هتتكلم في حاجه ثانيه في الاخر احنا عارف ايه على ورق وكل واحد بيقول وجهه نظره صح. على بيحاول يقرا فكري مستر موسيماني بس هو لازم صلاح محسن ده يبقى اساسي على الطرف ان مش زي ما انتم بتقولوا الاطراف بتاعتهم جامده جدا لازم نبقى احنا شغالين بالايحاء ان احنا ماسكين طرف وماسكين نص ملعب. الحاله الهجوميه هي اعمل زي ما انت عايز في قلب الملعب اعمل السرو باص الطويل يا علاء مش هتقابل من جوه مش هتقابل من قدام كده انا ارجح ان ممكن يلعب بثلاثة في نص ملعب عشان يبقى في دور لقفشه في الكاونتر اتاك بالظبط يعني هيبقى دور مهم جدا 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 لان هو لو استلم لان انت هتلعب في نص ملعبك يعني بالطريقه دي اللي هي قدامنا دي بتقول ان الاهلي هيلعب في نص ملعبه هو عنده احساس ان ديانج هي ناحيه اليمين دي هيقفلها على الراجل باك ليفت اللي بيطلع ده او ممكن عنده احساس ان هو مدي تعليمات برده ديانج يميل شويه الناحيه النهاية. وربيعه هيبقى له دور كبير جدا يا كابتن في التغطيات بيلم معاه المسانده بتاعه الباكين. ما انت النهارده المباراه اللي فاتت هم بيحضروا يلعب على طرف الملعب بيحضروا يلعب يمين بيحضروا يلعب شمال فلازم يبقى ما ينفعش يبقى 2-1 زي الماتش اللي فات بنتدرب بدبل باص يعني ماشي بس ده في حاله ما اذا حد من الاطراف هيعمل الشق الهجومي بتاعه بالظبط
ما هو انت بتلعب، انت دلوقتي ما بتلعبش باطراف، انت دلوقتي بتلعب باثنين مهاجمين ممكن يتطرفوا في بعض الاوقات عشان يعني يستلموا في القلب، ما ممكن يبقى طريقه اللعب انا بلعب بالاثنين المهاجمين فاتحين شويه على اساس ان والثرو بتلعب يضم النص ملعب يضم الجوه يعني. لا انا بتكلم على ايمن اشرف ومحمد هاني، انا بتكلم على طرفين الباكين. انا عاجبني ان الرسمه دي 4-1-4-1 دي عجباني جدا انا يعني. ايمن ايوه كابتن اسامه اتفضل. انا اعتقد الاقرب لو كان هيلعب كده كان هيلعب اكرم توفيق، اعتقد رامي هيبقى سيرد باك هيبقوا خمسه ورا يعني رامي بدري بدون ما يكونش جاهز يا كابتن اسامه ده في الغالب، انا بقول يعني في الغالب يعني ممكن اعتقد في الغالب هيعمل كده يعني ممكن أكرم لو سمير يجيب لنا الشاشه تاني التشكيل تلعب ليبرو يعني بنون مش ضروري ليبرو يعني يعمل عمق يبقوا ثلاثه يلعب يعني فلات يعني يعني هاني ورامي ربيعه وبدري بنون وايمن وياسر ابراهيم وايمن اشرف وبعدين اثنين في العمق اللي هم سولايا وديانج وقفشه ناحيه اليمين وصلاح محسن ناحيه الشمال وشريف قدام اقرب لخمسه اربعه واحد مع الحته اللي علاء قالها انه بس محمد مجد هيقل ناحيه اليمين او اسامه بس ما هيقل بس على طول هيقل دفاعين وهجوميا الاثنين. لا ساعات اقول لكم على حاجه، هو ساعات بيبتدي كده بيبتدي كده بقفشه ناحيه اليمين واحنا كان فايلر اللي بيبتدي لا واحنا بنتخض وبعد كده بلاقي قفشه عنده حريه تحرك علاء شويه بيخش جوه وساعات بيروح يستلم من ناحيه ثانيه ويرجع ثاني بس هيفضل هيفضل المساحه هيتكلم بقى هنا هيتكلم هنا مع محمد شريف بقى ده لازم هنا يكون ليه واجب دفاعي. اتفضل يا استاذ قفشه هيبقى مايل ناحيه اليمين ورامي ربيعه هيبقى جنب بدر بنون ويبقى صلاح محسن ناحيه الشمال شويه وصلاح محسن تحت لتحت شويه ورامي يرجع لورا ورامي ربيعه جنب بدر بنون وهاني هيطلع لقدام وايمن اشرف يطلع لقدام. لا رامي هو اللي ناحيه اليمين وبدر هو اللي في العمق يعني رامي وهو في مصر لعب كده. لا لا مش قدامهم هيبقوا على خط واحد في مصر يعني ياسر وهاني يطلع لقدام شويه وايمن ثلاثة اشرف ثلاثه فلات يعني ثلاثه فلات ايوه وياسر ايوه ويطلع ايمن سنه وايمن غالبا هيبقوا 5-4-1 اعتقد وهيلعب بقى على الحاجات السريعه اللي علاء قالها والكباتن قالوها انه في العمق يستغل سرعه محمد شريف وصلاح محسن لما يجي يقطع من العكس وطبعا قفشه هو اللي ممكن يلعبهم عمرو السوليه وهيساند معاهم بقى هاني وايمن اشرف ويامن بالثلاثه اللي ورا دولت على اساس انه فرقه سان داونز عندهم على ال 18 ما بيخلصوش بسرعه معظم لعبهم هتلاقيه اللي هي الحاجات ال 1 2 ال 1 3 بيحبوا يلعبوا مع بعض قصير فيقفل العمق بالثلاثه دول. انا اعتقد ان ممكن تبقى كده لانه لو هيلعب برامي قدام كان ممكن يبقى اكرم توفيق يعني يبقوا عمرو السوليه والديانج واكرم توفيق فانا اعتقد انه ممكن رامي محطوط يلعب عشان يلعب هم ما بيشوطوش كتير من بره ال 18 يا كابتن. ما انا بقول لك انا اعتقد ده كده الماتش فات الكوره وكورتين ياسر ورامي ربيعه سيرد باكين وبدر بنون هو اللي في العمق معاهم ده ممكن واللي برضو الفكره الثانيه ممكن بس انا بقول لو كان هيعمل كده كان ممكن يلعب اكرم توفيق يعني يبقى بديانج وعمرو زويل واكرم توفيق مش رامي ربيعه اعتقد يعني ممكن دي وجهه نظر يعني. بص يا كابتن انا معاك في دي ممكن هو احنا عندنا تخوف كبير جدا من الكرات الثابته فممكن يبقى ثلاثه عن يعني ثلاثه سيرد باكات او ثلاثه سنتر باكس ممكن يلعبوا في الحته دي عشان الكرات الثابته. الماتش اللي فات تقريبا 4-5 كرات ثلاثه منهم خطر واثنين منهم كابتن خدوهم تمام وبشكل كويس برضه تمام بالظبط هي الخطوره بتاعته في الحته دي فممكن عشان الاطوال وبتلعب بثلاثه عندهم امكانيات ان هم يلعبوا كويس قوي في ال 18 في الكرات الثابته فممكن دي يكون الفكره بتاعت مستر موسيماني حاسس انه ممكن في اي يعني واحده ثابته انه يسجل اهداف. بمناسبه الكرات الثابته يا كابتن بلال اولا هم خاطرين فيها جدا جدا اهي ادي مثلا كره من الكرات الثابته بتاعت الماتش اللي فات دي في العارضه دي كانت في العارضه وبعديها جنب العارضه وبعديها الشناوي طلعها خد بالكم من ناحيتين مش من ناحيه واحده اهي الثانيه بس هو بقى الغريب انه هو النهارده مقعد موبوتو ده اللي هو 19 اللي لاعب هو بلاعب جالي وزواني يعني زواني مكان مبوي زواني راس حربة زواني ده خطير جدا خطير راس حربة الاساسي بتاعهم ده الاساسي صحيح ولا في جالي اللي نزل ده 15 لعيب كويس جدا. بص يا كابتن اسامه برضو دي كانت كره ثابته من ضمن الكور الخطره جدا اللي هم الكره اللي الشناوي طلعها ايوه اللي هو اصلا بيفضي على الاولانيه وواحد يجي يقاطع بيشتغل عليها وعنده الاثنين السنتر باكس بتوعه متميزين جدا في الحته دي لو حتى هيفضي وبكده انت دايما بتيجي تعمل في الكوره الثابته الدفاعيه بتاعتك انت بتلزم واحد دايما في القريبه مظبوط ولازم في القريبه ده مش واقف يعني
الوقفه مش واقف بس مش واقف سرحان واقف عشان ما ينفعش حد يجي يخطف دي صح يعني صح. الطبيعي اللي على على السكس يارد ده المفروض صح. هو الكوره بتاعته هو صح. لان مش مسؤوليه ولا المساك ولا بدر ولا رامي ولا حد ولا ياسر ولا حد ولا الشناوي خالص ان دي صعب يطلع عليها الشناوي تبقى الارتفاع بتاعه قليل قوي هي لو اعلى من كده ممكن كان كابتن شريف بيتكلم في الاول طب بقول لك ايه يا كابتن علاء في الكره الثابته دي ما فضلش ان واحد يكون عند العارضه البعيده جنب الشناوي كانت بتعمل زمان يا ايمن دلوقتي بقت ما بقتش في حد بتاعت الجول بتاعت الجول هو دايما يعني دايما بيعتمد على ان حد يحمل الزاويه القريبه دي وباقي الجول بتبقى حريه حركه الحارس في المرمى لان هو اللي شايف الكوره مسارها فين لكن هو اللي بس اللي يعني بتمنى اللي يبقى في مكان الماسك القريبه دي هو اللي عنده اللي شايف هو اللي يروح اسرع ما يستناش لازم يا كابتن ما ينفعش محمد هاني لا مش ينفعش محمد هاني لا طبعا هي مش محمد هاني هي لازم حد يا بلال الاطوال ما بقاش طويل قوي اساسا انت فاهمني لكن عنده الخطوه تبقى سريعه شويه يعني لو النهارده لو انا بفكر احط فيها النهارده رامي ربيع طوله مناسب جدا بيلعب بالحته الهيد كويس قوي زي ما كان اسامه بيتكلم ممكن يقطع فيها كويس قوي وعندك ياسر وعندك بدر بنوم ممكن ياخدوا الاطوال الثانيه ما حطش بدر يا كابتن لا بدري يمسك الحته الاخطر يا ايمن اللي هي في القلب دي ماشي. لكن هنا عايزه واحد عنده بس شايف الكره كويس عنده الخطوتين وسرعة قوي ما تعديش منه لان كل خطوره ان الكره دي تعدي بتبقى خطر جدا حتى لو ما اتلمستش انت مش عارف مسارها رايح فين صح. فهي دي بس خطورتهم كلها كان بلال بيتكلم الوقت على 80% خطوره سان داونز ايمن كور ثابته وكور عرضيه فسهل جدا تقدر تتحكم فيها ان شاء الله مع كل الفرق اللي لعبوها مش احنا بس هم كانوا كده مع كل الفرق بيشتغل عليها كويس ودي وخد بالك دي ميزه مش يعني ميزه كبيره لا طبعا يعني تمام طيب. وخد بالك انا عايز اقول لك على حاجه وده عيب كبير بالنسبه لفرقه النادي الاهلي يعني احنا عندنا مشكله مش بس مع سان داونز الماتش اللي فات احنا عندنا مشكله مع كل الماتشات اللي لعبناها الفتره اللي فاتت ان الكره الثابته كلها خطر على فرقه النادي الاهلي يعني كنا لسه بنتكلم في الدوري العام الهدف اللي اتسجل فينا كان جونة. تقريبا في الجون كورتين ثابتين ورا بعض كان من كره ثابته يعني كان من كره ثابته اديت الجون التعادل مع في مباراه يعني لا يستحق فيها الجونه يعني مش عايز اقول ربع نقطه يعني خلي بالك حتى على مستوى المنتخبات عندنا المشكله دي عندنا مشكله كبيره جدا في حته في الكره الثابته انك بتمسك وتتكلم ده فايروس والله مشكله كبيره جدا في الكره عندنا يعني يعني احنا النهارده لو جينا نحسب الفرص الخطر بتاعه سان داونز بغض النظر عن الاستحواذ هنلاقي هم الثلاث كور اللي اتلعبوا الكره الثابته ثلاث كور اثنين واحده في العرض واحده جنب العرض والثانيه طلع الشمال شريف كان بيتكلم ان دي هم بيلعبوا عليها طبعا هو باني شغلته مش غلط والله ده يديني برافو عليه ده يديني حق كمان مش غلط على فكره يعني بطاء في التحضير مش يعني عايزين يستغلوا الاطوال بتاعهم يا بلال زي ما اتفقنا حتى الكابتن اسامه قال لك حاجه في هجماتهم حتى لما هم بيبقوا قدامهم 18 عايزين يخشوا بالكره الجول او يعملوا وجهه او فاهم هم يعني عندهم مشكله وعندهم ميزه هم عندهم ميزه ان هم ما بيزهقوش ودي برده سمه من سمات الفرق الكبيره يعني ما بيحبوش يلعبوا عشوائي ولا او يعني لازم الكره تبدا واحده واحده وتروح للشمال وتروح لليمين وتروح وتبتدي حاجات في العمق بترتيب باستحواذ يعني ده لعبه وطريقتهم على طول لكن احيانا بتبقى عيب فيهم في ايه زي الشوط الثاني الماتش الاولاني مبالغه كبيره جدا في عدم المخاطره يعني انت احيانا ساعات بتبقى عايز تضغط وتبقى في لعب فيه كرات مثلا طويله شويه كرات فيها شراسه كرات فيها التحامات لا هم بيبقوا عايزين يبتدوا الهجمه من اول الجول لغايه بالزبط. اخر واحد طوال ال 90 دقيقه ما بيغيروش طب هو هيلعب 4 3 3 هيبتدي الماتش 4 3 3 بنفس الاسلوب دوت اللي على الورق هو زي ما هو بالظبط هو غير اثنين هو غير مبوط اللي هو 19 ومبوي اللي هو 25 ونزل مكانه مزواني راس حربه مكان بمكان مكان وجالي ده من احسن لعيبه عندهم هو قصير وهو صانع اللعب بتاعه ما هو لعبش الماتش اللي فات بيلبس 15 ده في نص الملعب يبقى 4 3 3 يبقى سيرينو هيضغط من بدايه المباراه اكيد هو ستايلابه كابتن هو لعبه كده بيغير شويه طبعا هي الفكره كلها ان انت ما تديلوش الفرصه انه يشتغل زي ما هو عايز برافو عليك خد بالك الافارقه عندهم ميزه يا كابتن لما بتديهم ثقه بيعلوا قوي في الماتش يعني هما كل ما تدي له ثقه وتسيب له مساحه ومره يرقص ومره يعدي وبعدين بيلعب على ملعبه هتلاقيه طب هتلاقيه بياخد ثقه كبيره جدا فالفكره كلها وانت بتلعب الفرقه ده يا كابتن ان زي ما كابتن عارف في البدايه لازم في الاول ابتدي ضغط يعني انت عندك اول ده بعض من جماهير سان داونز يا كابتن بلال اسف المقاطعه كانوا في الفندق وبيشجعوا النادي الاهلي
الاهلي عنده مشجعين في كل مكان الحمد لله رب العالمين، وهم ميالين طبعا بيحبوا مستر موسيماني، كلهم لابسين تيشيرتاتنا تيشيرتات الاهلي. يعني ربنا يوفقنا يا رب ان شاء الله النهارده يا رب ان شاء الله، ويعني ونعمل جيم كويس. وهرجع اقول لك يعني انا برضو بفضل الحته دي، الستارت بتاعك لازم يكون قوي. الفرقه الكبيره ما ينفعش من بدايه الماتش انك بتقول للفرقه اللي قدامك انا بص انا نازل ادافع تمام، نازل العب زون ديفنس مش من البدايه. يعني ممكن اول 5-10 دقائق ساعات فرق كتيره جدا في بدايه الماتش يلعب كره طويله ويبتدي يضغط عليك من قدام يديها لك، يعني يلعب كره طويله عند الباك بتاعك فاوت ويبتدي يضغط عليك من قدام. ليه؟ عايز يوريك ان هو نازل الماتش بس مش جاي يدافع قوي يا كابتن، مش سيستم لعب ده كله الماتش. انا بتكلم في البدايه بس، في الستارت في البدايه انا كسبان 2-0، انت اللي مضغوط، انت اللي متسرع في النهارده. وبرده النهارده في حته انه هيبقى متسرع لازم نستغلها كويس قوي. النهارده هيبقى متسرع قوي في الكره في طريقه اللعب بتاعته، عايز يجيب جول بسرعه كابتن اسامه. فده برده هتخليه يعني في البدايه لو انت ما ضغطتش عليه واديته فرصه انه يشتغل براحته هتبقى برده مشكله عندك كبيره شويه. هم عندهم برده عيب كبير الجزئيه اللي بلال قالها انه تضغط وكده، ده موجود المفروض يعني يبقى موجود اوقات في الماتش، لكن انت لما بتلعب لتحت شويه عندهم الخطوره كمان. خلي بالك الجون بتاعهم بطيء في طلوعه خارج ال 18 وتقيل في الحركه، رد فعل وحشه لما 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 الديفنس بتاعه هيطلع وكور تتلعب كتيره طويله من وراهم بيغلط كتير. صحيح. تقديراته وحشه، بطيء في طلوعه ورا الاثنين السيرد باكين. صحيح. فدي برضو احيانا لما بتعمل مساحه في ظهر الديفنس بتاعهم هتعمل لهم مشكله. هلا. فيعني هو يبقى في توازن بين الاسلوبين يعني ان شاء الله باذن الله. هنشوف اهداف مبكره ولا مش هنشوف اهداف النهارده ولا هنشوف الاهداف الشوط الثاني؟ انت قلت كل حاجه. ايوه انا بسالك هنشوف ايه؟ لا ان شاء الله في اهداف الشوط الاول للنادي الاهلي ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله باذن الله رب العالمين. كل التوفيق للنادي الاهلي ان شاء الله لتحقيق الفوز النهارده والوصول ان شاء الله لدور الاربعه علشان ان شاء الله يحقق لنا الحاجات اللي جمهورها عايزينها الاميره العشره. هنروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مرة أخرى بعد نهاية أحداث الشوط الأول، أرجوكم انتظرونا.